بسم الله، الحمد لله، صلاة والسلام على رسول الله. مشاهدينا وما كنتم، مرحبا بكم في هذا العدد الجديد. اليوم كما قاعدين تشاهدوا طبعا لبسي تونسي، لبسي تونسي زادها فريحي برشا. هو حمامي، وتحية لكل أهلينا وين ما كانوا، من بنزرت، البنجردان، المادة، البرج الخضراء، كلنا توانسة وكلنا نعتزوا بهويتنا وأصالتنا التونسية، وطبعا موروثنا غني وحضارتنا ثرية جدا بالتراث وبالأصالة. و شخصيا انا معناها لما كنت فكرنا ان باش نعدوا حلقات خاصه باللباس الوطني بالصناعات التقليديه، حرنا منين باش نبداو، لانه ما شاء الله المخزون ثري وثري جدا. اليوم نتوج هذه الحلقات مع تزامنا مع احتفال تونس كلها باليوم الوطني للباس التقليدي، وتحيه لكل الزملاء الاعلاميين اللي التزموا ايضا انهم يلبسوا اللباس التقليدي، وهذا التزام طبعا معنوي لان فخورين ومعتزين جدا به. نحب نشكر ليلى الزيدي مصممة الأزياء وخبير التجميل على الزي هذا اللي خذيته، وزي كما قلت حمامي أصيل وعتيق، ما فيهش حتى إضافة جديدة. شكرا ليلى الزيدي. مشاهدينا كالعادة نترافقوا اليوم إن شاء الله في حلقة تكون مميزة، حلقة مزيانة حلوة نواكبوا فيها خصوصيات هذا اليوم، مع الكثير من الفرحة، الكثير من البهجة والموسيقى الحلوة اللي تخص هذا اليوم. باش نفتح التليفونات ايضا تشاركونا، علاش لا، اللي تحكيونا علاقتكم باللباس الوطني، علاقتكم بالتقاليد والعادات التونسيه اللي ما نحبوهاش تندثر، لانه ربما نحب نتواصل معاكم اليوم من الاسئله اللي باش نسالها لكم، كيفاش تتعاملوا مع الجيل الجديد، الصغيرات اللي طالعين، كيفاش نحفظوهم لبستنا باش يفتخروا بها ويعتزوا بها، علاش لا نتشاركوا مع بعضنا. وايضا كالعاده رفقكم عفيفه بوكيل جويده، ومعايا اليوم مش الشيف ايوب شفت اللي نحاول هو اللي اظهر التزاماته المهنية اليوم تغيب، لكن حاضرين معانا. زيد تضحك، رايت تضحك، رايت كمل. نسلم عليك شيف رانيا وشيف الحاج، مرحبا بكم. تعود بكم الجمهور بالحاجات الحلوة اللي تعملوها، كيفكم؟ ما شاء الله عليكم. عايشك. مرحبا بكم شيف رانيا. عايشك عفيفة. شيف الحاج. عايشك عفيفة. مرحبا بكم من جديد. اليوم إن شاء الله باش ترافقونا بروسيتات تونسي، يعطيكم الصحة. اللي بديتوا أنت كملناه نحن في الكوجينة. اليوم اش خممتونا ريحة؟ أنا باش نعمل الكعابر وباش نعملوا بقلاوة البي. هي البرش جو كبير. دونك هي بقلاوة البي اللي باش نعملوا بها الكعابر. اللي تكون فيها الألوان. اللي فيها الألوان هذيك. تعرف قصتها ولا؟ علاش اسمها بقلاوة البي؟ والله لا، حتى انا ما نعرفش. تنشوفوا شكون يعرف. تنشوفوا شكون يعرف. كيف ما حد يعرف يقول لنا اليوم، او قلنا اليوم 56 644 011 هو الرقم الموضوع على ذمتكم، علاش لا خلينا نتواصلوا مع بعضنا في هذا العيد، هذا الـ اليوم البهيج اللي فيه برشا بهجه. اليوم حتى في الشارع علينا الصغيرات لابسين محليهم، ولما حاله بدات الايامات هذوما من اول الاسبوع، لكن التوجد كما قلنا اليوم. شيف راني راجعت لك ما نسيتكش. لي نعرف ما تنسينيش. اليوم عندنا كعك العنبر. يعني كعك العنبر انا نحبكم والله، معاه والله علاش لا، ما نحفظوش التاريخ نتاع الحكايه تاعنا. باش ننساوهم الحاجه اللي اذا نسينا راهو نحن باش ننساو، وصغرنا باش ننساو، واللي بعدنا باش ننساو. دونك باش تترك. وهو حتى المطبخ هي مقياس الموروث الشعبي والذاكره الوطنيه، والمطبخ التونسي مطبخ ثري جدا نظرا لتعاقب الحضارات التونسيه. وان شاء الله تو نهار نخصوا حلقه لهذا الموضوع. ومؤخرا كما كنا نشوفوا معنا منظمه المنظمه اللي كانت حاضره معنا لاخصائي التغذيه مدام سونيا بوعليك، قالت انه الموروث نتاعنا وهذا متاكدين منه بالنسبه لكوجينتنا صحيه وباهيه وطريقه التخزين وكل نتاعنا التونسي كله معناها بالحاجات المعبيه بروتين، فرويسك، حاجات قيمه غذائيه. نحاولوا نقصوا السكر ونحاولوا نبعدوا على برشا حاجات. فما كعك العنبر هي الخفايف. اي في فما في برشا سكر، فما دي ميثود نستعملوهم باش نقصوا السكر. نتبعوكم باش تنقصوا لنا السكر. اليوم عندنا برشا حاجه ان شاء الله، حلقه حلوه باش تنقصوا لنا السكر. ونذكر انه اليوم حاضر معنا ان شاء الله في الحلقه باش تكون حاضره معنا سميه داود بوغزيله، باش نعملوا حاجه حبينا ان خممنا تكون معنا في هذه الحلقه الخاصه، باش نعملوا حاجه زمنيه ومن التراث وكيفاش نجددوها. اقعدوا معنا فما برشا تشويق. ايضا عندنا اليوم معنا
ضيف الحلقة محمد فنان محمد فريد حضرة العزوزية ولد العزوزية كما شهرة وتعرف، باش نحكيه على هذه الطرق الصوفية في الغناء الصوفي كيفاش تثري في أفراحنا وعراسنا وأيضا تثري كل مناسباتنا ونحبوها برشا وراجعين لها في عودة كبيرة جدا الموسيقى وعلاقتها بالتراث وبلباسنا التقليدي الأصيل وهذا شيء يفرحنا برشا. أيضا عندنا ضيف سوري باش يكون حاضر معنا بلبسته هو بعاداته وبتقاليده باش تحضر الفنان السوري العربي علي حسين حاضر معنا إن شاء الله بعد في غنية جديدة حلوة برشا. وأيضا حبينا في المناسبة هذه يكون معنا ضيف عربي علاش لا يشاركنا. أول فقراتنا اليوم مدام منيا غزايل مدام نحكيو على السكر والسكر والتنحيف والعشبة وش عاملة العشبة عشليمر نحكي لك مدام منيا صحة الحمد لله يعيشك حل أيامك حلوة برشا لبستك يعيشك من معرض نتاع الساحلين صناعة التقليدية معناها حرفة تونسية نتشجع ياسر لي زارتيزون دونك خذيتها من عندها ولبستها وتعمل في برشا حاجات حلوين واللي يحب راهو كيفها موجود في معرض الساحلين في في سوسة في سوسة اي بجنب الملاحة المعرض فوالا دونك موجود في معرض الصناعة التقليدية اللي هو المعرض متواصل من نهار 15 حتى نهار 25 مارس احنا موجودين في المعرض نتاع الساحلين يدخل من الباب يمشي وطول يلقاو اوفون مكتوب عليه منيا غزايل راهو على خاطر برشا غلطوا ومشاو ليستون اخرين ويقولوا لهم هذا المنتوج احنا راهو الباكو يكون معناها مكتوب بماك التبي وعلى المنفوق مكتوب عليه خبيره الاعشاب منيا غزايل حتى اللي ما يعرفش يقرا خاطر ثم تصويرتي موجوده ثبتوا فيا مليح تلقاو التصوير تلقاو منيا غزايل او مساعداتها زاده اللي هما مرحبا بهم الناس الكل مباهين. مدام منيا اليوم باش نفاجئك انا اليوم ما حضرنيش راهو الافطا ونقول لك شنو الموضوع اللي باش نحكي فيه معاك لكن نذكر انه برقم الهاتف 56 644 011 موجود على الشاشه بعد لحظات ونذكر ايضا انه عندنا مكالمات مع مدام منيا ان شاء الله باش ناخذوهم. مدام منيا علاقتك بالصناعات التقليديه والحرفيه وانك طورت الحاجات هذه القديمه وعملت بها منتوجات عصريه وجديده ولا كيفاش انا شو راهو الحاجه يلزم ديما تطورها وتقدم شنو تنجم تفيد المواطن اكثر من هذاك. ما نحبش انا نقعد استقني مثلا جبه نتاعنا تقعد هي ما تنجم تبدلها جبه تعملها تريزا اضافيات كما الكانون تنجم تعملوا في حاجه اخرى ابخبو توا السلعه هي الاولاد كلهم قاعدين في الدار راهو ينجموا يشريوا مثلا كانون ولا طنجره والا طبق للصغار وياخذوا مثلا ياخذوا طبق يطلعوه لهم حتى عند النجار طبق صغير هذا اللي ولا تعمل فيه سميه على فكره ولا ميده ولا ميده صغيره يحطوها كطبق هذاك ثمك البابي بابي مشواق اللي فيه يا ورده ولا عصفور ولا يحاولوا يقصوا الورده هذيك مدوره ويلصقوها بالكول في وسط الطبق هذاك ويحطوا بلاره فوق منه ويدهنوها كطبق اي لون يحبوا عليه ويعطيوا فيه الفطور نتاعك الصغير هذاك اللي عملوا معناها هذه فكره وهو بيدو ما يقعدش يقلق الوالدين هوك بيدهم عندهم حاجه اللي هما ينجموا يخدموها الصغار اكسسوا يا كرسي صغير ولا ميده والا قفه حتى الفلاره نتاعنا العربي الهنديه هذيك ياخذوا قفه ويغلفوها لبنيه ولا اي حاجه يعملوها مش ما يقعدوش يقلقوا الوالدين هكا هو يعمل حاجه وباش تقعد له معناها ذكره او صناعات التقليديه خدمه يدويه شنو اللي تعطي. بالنسبه ليك انت كيفاش استفدت والله انا استفدت برشا انا الحقيقه نتاع ربي انا بنت الارتيزانا اي جو سوي فيير دو ليتر وبرشا معناها كيما اليوم جابوا لي نتاع الصناعات التقليديه نتاع بلدان اجنبيه قلت لهم ابدا تونس 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 معناها حتى في استهلاكك ما تحبش تستهلك لا تونس. نستهلك الحقيقه نتاع ربي تونسي برشا بون ثم عندنا بروميير ماتيغ نتاع منتوج على غالب نجيبوه من برا ماهوش متوفرين ثم حاجات ثم حاجات كيما مثلا حتى الامبلاج زاد والكل نجيبه من برا ثم برشا حاجات مستورده مازلنا ما عندناش في تونس اما الخدمه انا ديما ترسخ في مخك انت شنو مثلا كيما الصبيغه نتاع شعر طبيعي
مثلا الحنه اللي يحب الاحمر يعملوها بال راهو خل التفاح يعقد ياسر الالوان وال مع المغرفه رايب، اللي يحب على كالاصفر ينجم يعمل الكركب مع الحنه، معناها الكل اخضر هذه مواد طبيعيه شنو اللي تعمل ومعناها يعملوا بها العجب. السويك زاد ينجموا يستغلوا، اللوبين ينجموا يستغلوا، معناها برشا حاجات ينجموا يستغلوهم كما الكحول كما الماسكارا كما برشا حاجات اللي هي توانسه ينجموا يستغلوها. الكحول واللوبين والسويك هذوما اللي يعملوا فيهم جدود وربما كانوا هم ما بيدهم ماخذينهم على ابائهم وكل، شنو فيهم فوائد يعني الحاجات الطبيعيه هذه؟ انت تعرف اللي لوبين المرجان نجيب لك انواع نتاع اللوبين كبيره برشا. اللي اللوبين ثم احنا نخدموا منه اللي الساعه اللوبين كنت نفخه في الماء زاده وتشربوا في الصباح الماء نتاعو يقوي الذاكره. واللوبين نحن زاده نجموا ثم دي برودوي اللي نحطوه سي ان انتيغيد اكسترا اوردينير، اللوبين اللي هو ينحي معناها ثم اون فاسون نخدموه بها ينحي التجاعيد شيء خارق للعاده. السويك راهو زاده كيف كيف هي برشا للفم باش الفم ما يكحلش ينجموا يعملوا بعد القرص يتنحى. احنا دو توت لي فاسون عندنا هذايا المنتوج اللي هو ينحي يبيض وينحي الريحه والكل. ثم برشا اللي تمشي للحمام تستعمل للسويك. الطفل انا كنت الطفل يتحط ديريكت على لابو كونترو على طول سورتو كي تمشي للحمام وتدخل باش تغسل لي بوغ كلهم يتحلوا. دونك انت كي تحط طفل وتبدا تدور من بيت لبيت يتسكر الطفل على لي بوغ هذاك وبعد وقت تصير كوارث على الوجه. دونك دو بريفيرونس انا ديما نعمل تي الكريم قبل وفوق منها الطفل. وديجا احنا الطفل نخدموه احنا مخدوم بالفحم مخدوم بالكركم ومخدوم برشا حاجات برشا مكونات اللي هو مش يغذي لابو يفتحها ويعطي نظاره ويوعدوا شباب البشره. ديجا اليوم عندنا كادو قايم برشا احنا راهو عندنا الجائزه اليوم يا هيفا لو كان حاضره تليفونات خلينا ناخذوهم ايضا في الاثناء. عندنا جائزه نعيمه من المحمديه. الو نعيمه. الو نعيمه. عسلامه. عسلامه اختي. عسلامه. مرحبا. الو وي نعيمه نسمعوا فيك. الو عسلامه. مرحبا بك يا نعيمه. كنا التلفزه بلبس تقليدي. يعيشك يا لاله انت لبست اليوم ولا؟ والله ما خرجتش باش نلبس يعني البلاسه باه باه معقول برشا. مش حتى كما خرجت تلبس لروحك في الدار. ولا. ولا في العرس ولا المناسبه تلبس لروحك على شانس في بال كل الشارع. والله نعيمه شنو هي تجربتك مع بيموك الطبيعي مدام يا زين؟ اهلا عسلامه مدام. عسلامه نعيمه. عسلامه صرفوا. عايشك وبيك. عايشك. ايوا والله انا راني استعملت البرودوي يعني نتاع الديتاش. اللي هو الجرنادين. اي نتاع القناة نتاع نتاع ليتاش برونو معاها الطفل اللي بال. هذاك نتاع ديتاش النوار هذاك اللي في في وجهي كامل يعني كل. ومعاها الصابون. مع الصابون مع الطفل اي شنو معها الطفل اخذته هذاك هو اللي معها الطفل اخذته معها الطفل اي ايوه ايوه الحمد لله مده عندي استعملته مده شهري اما ما حلت تبارك الله فما نتيجه يعني تحسنت الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله اللي خذيته يعني تبارك الله جاب نتيجه وجاب يعني حسيت براحه يعني في وجهي كان وجهي تبارك الله يعني قبل يعني ما نوار كله ديتاش كله الحمد لله. باهي انا اليوم قررت حتى على التيمونياج مش نعملوا لهم كادو لهم هما اللي عمرنا ما هدينا لهم. اليوم انت يا نعيمه عندك السيغوم هذا اللي معمول بالبودغ دوغ تجي تاخذه من المقر انت تعرفه اللي هو موجود في المنزه الخامس المنزه سانك اي هذايا اللي يعمل افي ليفتون انت تعرف سومه بقداش هو توا اون بروموسيون ب 100 دينار كادو ليك يا نعيمه صحه هذايا اليوم قررت باش ندللكم انا دونك هذا كادو عمرنا ما عطينا كادو للتيمونياج دونك عندك كادو هذايا تجي تاخذه وقت ما تحب في العشيه تاخذ الكادو نتاعك يا نعيمه صحه يا نعيمه صحه عايشك عايشك مدام عايشك بارك الله فيك صحة المهم انتم فرحانين بالمنتوج وهذاك اللي يهمني اكثر لا فرحانه ولا تبارك الله يعني تحسنت الحمد لله يعني مازال يعني القدام التحسن القدام الحمد لله ان شاء الله الحمد لله يعني كنت عايشك يا نعيمه يعطيك الصحة وصحة وفرحة مدام منيا اي
نشكر مدام مونيا يعني تبارك الله اللي حسيت يعني فما امل يعني كل تبارك الله يعني فما نتيجه وفما امل وفما يعني تحسنت معنوياتي يعني بالحق يعطيك الصحه الحمد لله الحمد لله صحه صحه وفرحه يا نعيمه صح مونيا بارك الله فيكم للبرنامج برنامج العائله يعني نجموا نتفرجوا فيه عائله كامله وي محلاها الكلمه هذه وي والله مهمتها يعطيك الصحه يعطيك الصحه يا نعيمه نعيمه مونيا البقايا اللي تاش موجوده برشا برشا موجود شائع برشا مشكل كبير برشا مشكل هي ثم ليتاش القدم برشا وثم بيغمونتاسيون دو بو اللي هو نقص مناعه وبرشا تقول لك انا جربت وعملت احنا الحمد لله يا ربي اللي حتى عندها 10 سنين على وجهها التاش وثم ريزولتا والعبيد فرحانه بركه يداوموا اللي نقولها معناها على الوقت والله قبيله جاتني كليونت قلت لها 6 اشهر جات معناها استعملت المنتوج مده شهرين وتنحالها وجات فرحانه عاودت خذت الواقي الشمسي البقايا الكحول فرحانه وخذيت كان الواقي شمسي قالت لي ليه مانيش باش نكمل تنحى قلت لها ما يسالش خذ الاعشاب من داخل باش ما يرجعش دونك الحمد لله اللي ثم هو نحب نسال انا هي منتجات كامله مع بعضها معناها باش تكون هو يعني منتجات انا نعطي القام كلها حتى من واقي شمسي نعطي باش ما تعمليش برودوي شيميك مع برودوي ناتوريل وبعد في الاخر بكل نعطيهم دي بلانت اللي هما ينظفوا من داخل معناها يقويوا لومينيتي وينظفوا من داخل مش معاش يرجع لهم جمله الكحوليه ويقعدوا بيان سور شربين الماء بزيد واكلين الخضره هذاك زاد راهو سي امبورتون كيما نقولوا صحتك هي غذائك معناها حتى الماكله عندها قيمه كبيره مش وباش تنصح انا مونيا بالنسبه ل وخاصة على بويب سيف توا والدنيا يستحفظوا على الماكلة يستحفظوا حتى التنرفيز راهو يعمل برشا ساعة ساعة ترقد وتقوم تقول هذه شنو اللي طلعت لي معناها برشا ياكلوا مليح سيرتو ياكلوا برشا خضرة مفورة مش خضرة طيبة في المرق أنا كيما توا نقول لهم العدس سيرتو بور لي زانفون يفوروا برشا عدس ويعطيوه للصغار تقول لي ما ياكلوش نقولها غفصوا عملوا شوية كريم فريش اعمل شوية جبن بنوا توا صغير يقبلوا ناخذ مكالمة أخرى مونيا معنا هدى من رادس مرحبا هدى ألو عسامة يعيشك مرحبا بيك وبيك يعيش مانيش نسمع فيك بالقديرة لالا مرحبا بيك مدام هدى وبيك يعيشك مرحبا يعيشك قول لنا تجربتك مع بيماك وي تجربتي أنا جربت الزيت واللوسيون تاع الشيب باهي عطى مفعول وبدا يعطي معناها بون تو صافي 3 موا تو اما بدا يعطي شي مفعول وبالكدا انا مش نسالك الشعر الجديد اللي طالع الكل جديد اكحل طالع اي سامحني على خاطر انت شو اسمها هي مدام مدام مونيا هدى هدى اول تجربه تصير اللي شعر معناها نتاع الشيب يتنحى في 3 موا وانت اول كاره وبالمجد انا جو سوي تري فرانش خاطر ديما الريزولتا ابارتيغ دو 8 موا هي مازالت ما خدتش حتى لي بلانت يومونيتير معناها انت قالت لي راهو غوبوست رجعت كحله معناها فريمون انت ضربت الريكور يا هدى وصحه ليك وفرحه انا من قبل حتى 3 موا بدا معناك لي غوبوس الجدد الكل طالعين كحل الحمد لله الحمد لله انا شعري فاتح معناها ظاهر بالكدا معناها وانت خديت ان سول تريتمون هدى لي ان سو تريتمون هذاك هو بون بصح انا نعطي 8 موا معناها فريمون شو على خاطر زاد بدنها جاوب وتاكل مليح وفوالا انا قررت راهو كادو لكم اليوم انتم زاد اللي لي تيموانياج شنو تستحق هدى انا بون ما نعرفش انا مازلت كي خذيت لي برودوي انا نحبك نحب تاع لونتي سيغل حاضر لالا عندك لونتي ساغنه هوا تجي تاخذه من المقر هذا لونتي ساغن يا هدى تجي تاخذه من المقر وبعد شهر تقولنا الريزولتا انت تبارك الله يظهر لي ساغي بون فيت نتاعكم هذاك اللي في المنزل في المنزل 5 كي وناش خلفاء راشدين عندك هذا كادو تجي تاخذه او كادو قدام الناس الكل اللي تيمونياج اليوم هما اللي خذوا الكادوات صحه يا هدى أو كان كمل نحينا الشيب تو نحيو التحويق ونعملوا جو صح صح يعيشك صح عليك يا هدى صح يعيشك ميرسي بوكو يعيشك باش نسألك توا ميلا كل مرة كل تليفون يهزني السؤال على بالنسبة للتحويق مونيا معناها اللي هو زاد مشكل كبير مشكلة هلا تستودع يقول لك من الأورديناتور ومن المرايات وهو مونك دوكسيجين وما يشربوش الماء
هو اللي يعمل الهالات السوداء تحت العين وبرشا ثم عوارض اخرين. ثم راهو اللي عنده حتى اكحل لهنا البيغمونتاسيون قويه ومخطره برشا، معناها تقلق حتى المراه تقلقها برشا. دونك الحمد لله اللي عندنا نتيجه. المنتج كيفاش يتم استعماله؟ هذا يستعمل على وين ثم اللي ساغن دوب ما يتحط يقعد 20 مينوت منش فما بلوله يمسحوا ويشلوا بالماء اكهو، معناها سيتو. في النهار تستعمل لي ايكرون ناتوريل وفوق منه تنجم تعمل الفوندو تاع تعمل اللي تحب وتخرج على روح. واضح. يعني اهم حاجه زيد واقي الشمس مهم برشا خاطر انا والله مش معناها عندي انا بالضروره بالواقي الشمسي، هو ثم احنا عندنا ناتوريل ويتعمل مره في النهار ومنه ادغاتون ومنه يشد البو وميم تو، معناها يعمل برشا حاجات ماهوش واقي شمسي وحده. موجوده عندنا اي موجوده هو عندنا احنا اللي بالافوكا اللي هو هذا هذا الواقي الشمسي، وعندنا واحد عند في مقر الشركه في المقر نتاعنا مقر الشركه اللي هي في ناش خلفاء الراشدين، والا موجودين راهو في المعرض نتاع التحليل معرض الارتيزانا اللي هو متواصل حتى نهار 25 مارس. 25 مارس راهو فيه برشا حاجات حلوين اجاو، وعسطة نتاعنا مكتوب عليه منيا غزايل مرحبا بكم من الناس الكل، اكسسوا نتاع العشبة التنحيف نتاع لي غيد نتاع ليتاش نتاع الشيب، كل شيء متوفر وموجود. وجيعة المفاصل والباريس اللي عملت عبارة والله، وحتى من جدة اللي توا منتوجنا قاعد ضارب برشا برشا زادة البرة والحمد لله. العشبة ضاربة هذيك توب عشبة التنحيف وزدتها راهو فيها حاجات أخرى بربي والله فيها زادات راني لازم نبدا محسوبة فيها حاجات أخرى أنا قاعدة نطيح والله العظيم. به عندنا الجائزه، عندنا وعدنا حكينا من نهار لا لا ثم من وقت البارح قلنا راهو جاي، البارح قلنا غدوه عندنا جوائز. اي ليله سعيده الحظ اسمها محليه ذهبيه من المرناقيه. مرحبا يا ذهبيه. الو الو اهلا عسلام. مرحبا لله عايشه. انت شنو احوالك؟ نوره مدام عفيف. مرحبا بعزيزتي شنو احوالك؟ ازيك يا عايشه؟ لاباسه صحه لاباسه الحمد لله. عايز ديما تبع فينا؟ ايه تبع فيك يا عايز الحمد لله. اهلا عسلام. عسلام. ها جيت نسالك على مدام منيا. هاي تفضل منك ليها. عسلامة يا ذهبية، ما احلى اسمك يا ذهبية. عايش اي شنو تستحق انت ذهبية؟ ها اليوم جو راهو اسمع مدام منيا. اي شنو تستحق؟ تستحق انا نحب شويه الدوار كيف تنجح فيه، نحب شويه الدوار تاع المفاصل. لا مش شويه، عندك علبه كامله نتاع وجعة المفاصل. صحه وفرحه ليك. شنو اخر تحب انت بصحتك ولا مش بصحتك؟ بصحتي شويه ونحب نتاع الفريز مدام مني غزالي. عايز انت تحب تاع شنو؟ تاع الفريز. تاع الفريز. اسمعني يا ذهبي، عندك العشبه وعندك نتاع وجعة المفاصل وعندك نتاع الفريز. هو جو داكوردو تجي تاخذهم من المقر نتاعنا اللي هو في المنزه الخامس ناهج خلفاء الراشدين. راهو كي تمشي تلقى فارماسي الدور معاها على اليمين، النهج الاول على اليسار لين النهج الثاني، تطلع وفون على اليسار تلقى بانو مكتوب عليه بموج الطبيعي كركوين، تدخل مرحبا بيك عندك ثلاثه كادوات. يا لله صحه وفرحه ليك. يا عايش. يا عايشك. اليوم دلوا دللنا دللنا مازال تونجي ندل في نهج خلفاء خمسه نهج قديش نهج خلفاء انا كنت باش نكمل لهم هذايا نتاع حب معناها نتاع لي زاكني اللي نحي في اللاكني مده 10 ايام الحلقه الجايه. الحلقه الجايه وعندهم الكيراتين ناتوريل اللي فيها سبعه زيوت هذايا هي البرشا هذايا جديد بالمورينجا عملناه جديد زاد كيف كيف يرطب ويطول ويعمل كيراتين طبيعي من غير ما يقعدوا بلاك وجبدين وواحد هذا ومعاه السيروم اللي هو بالزريعه الكتان هذا طياره على الاخر اللي عندهم القام وشعرهم يقعد احرير لبس شعر عليه. انا جربت راه ونعاود ونقولها شفت لا لا مش هذوكم لا لا, لا انت جربت هذا هذيك تعرف انا اش عملت؟ حطيته في دبابس هو بيدو على حق سي بلو براتيك في هذايا بالحق. دونك خلينا ننصحكم به وعملنا الدبوز وكملوا القام حتى للبيبي نجموا يستعملوه هو كالقشره والكل يستعملوه هاي يستعملوه. دونك اللي عنده صدفيه اللي عنده الحمد لله يا ربي عافينا وعافيكم الله البرص الثعلبه اللي تجارب اللي تاش اللي غيد الغوا دي غيد المرجيت نعاودوا نعطيوهم الكادو منه اللي هو ليسكارغو اللي معمول بال كافيار والبودغ دوغ. دونك الكل اون بروموسيون. مرحبا بكم الناس الكل. تليفوناتنا 24 355 031 ولا 29
031 032 ولا 98 200 023 ولا 22 341 341 موجودين في معرض الساحلين حتى لنهار 25. بربي والله باقي نقول لكم بربي يجي وشوفوا المعرض، ما يسالش حتى كان ما تشريوش، يجي وشوفوا التوانسه شنو تقدر تخرج من يديها. التليفونات مازالوا موجودين على الشاشه كما قاعدين تشوفوا توا موجودين اسفل الشاشه، هذ هما فقط النوامر التليفونات لكم تحصلوا على بموقع الطبيعي مدام منير غزيلي. يعطيك الصحه، شكرا لك اليوم كنت معنا كريمه كالعاده وعملنا برشا جو، يعطيك الصحه. نتقابلوا ان شاء الله الاربعاء الجاي بحول الله في موعدنا القادم. مشاهدينا الكرام في انتظار الكعك والدنيا والجو، مواصلين معاكم ان شاء الله، ابقوا معنا. رجعنا لكم مشاهدينا في هذا اليوم البهيج اللي قلنا احتفالاته بكلها بهجة وبكلها فرحة بكلها سعادة وبكلها تشبث بعاداتنا وتقاليدنا وبلباسنا الوطني العريق، واحنا ايضا سعداء قد ما نلبسوه. نحن نعرفوا كل الحكايات ونعرفوا عراقته ونعرفوا قداش ضاربة في القدم وفي اصالتنا وجدودنا. سعيدة جدا اليوم باش نحكيوا على كما قلت لكم في مقدمة الحلقة استضافتي هذه الفنان. قعدت نفكر له وقتاش انا من اول ما بدينا تلمت الحباب، تلمت نهارنا هكا اتصلت بيه، تلمت الحباب ليه وقت بالزمنة اتصلت بيه وقلت له راك باش نستضيفك، وقعدت نتحين في الفرصه وجات الفرصه لانه نحط اسمه في عالم الغناء والفن الصوفي، لانه اليوم اصبح انا قلت في اول الحلقه باش نحكي معاه على هذا الاختصاص هذا الفن اللي سعيده جدا بانه اولادنا رجعوا له. مانيش نطول برشا، ولد العزو كي نقول لكم ولد العزو زي محمد فريق، مرحبا بك محمد. شنو مانيش باش نخبي اللي هو خويا ومن العائله والتحوم برشا حكايات. وانا نتشرف هذا. عايش لي خويا. يعيشك. ايضا ولد بلاد اخر، احنا كلمه ولد بلاد نحبوها برشا في تونس الكل نستعملوها، ولاد البلاد المحليهم، ولاد البلاد المرخمين، ولاد البلاد العاقلين والرزان واللي هكا يحكروا الكبير ويقدروا الكبير. سعيده جدا باستقبال سي حاتم بن والي ايضا اللي هو عضو من اعضاء العزوزيه. مرحبا بك سي حاتم. محمد ما جاتش العزوزيه اليوم لانه عندكم التزام. والله معناها تمنيت باش تكون موجوده ان شاء الله، في نوعدك في اقرب فرصه باش تكون موجوده بحذاك، وان شاء الله عاد معناها قربت معناها رمضان وقربت معناها الاجواء نتاع الحضره، ان شاء الله نكون بحذاك قدره ربي بمجموعتي كامله. احنا ان شاء الله عندنا عرض نهار 27 مارس هذايا في قاعه سينما ريو، قاعدين معناها نحضروا في العرض هذايا. تعرف البرايف واحد، انا قلت لهم مش مشكل نمشي انا وانتم اقعدوا كملوا البرايف نتاعكم. والله يعطيهم الصحه. بالمناسبه هذه نحب نحيي معناها مجموعتي الكل، تحيه ليهم الكل، ونحيي معناها جماعه معناها العزوزيه الكل في زغوان على راسهم باش نحكيو شيخ رياض ملاف ومعاذ شتيب علي عبد البواب عادل شعبان شيخ نور الدين كحيل، معناها الكل يعطيهم الصحه، ومشايخ الحضره في تونس الكل باش ما ننسى حد. والله فرصه باش نحييهم خاطرهم تعبين معايا فما ربي، معناها ديما البرايف ونكملوا مخر والحمد لله الحمد لله. هذا كله معناها في صالح بلادنا الزغوان وتونس والكل، معناها خاطر قاعدين نقدموا في برودوي باهي، وكما كنت تحكي انت قلت معناها رجع الحنين للحضره، وهذاك هو هذيك اصلتنا تونس الجبه، تونس الفرمله، تونس الشاشيه، ما شاء الله عليكم، تونس المنتين، معناها البدن، كل شيء، معناها تونس هذيك هي اللبسه العربي تونس. باهي انا ما دام حكينا على العربي واللبسه والاصل والمفصل، انا نحب نقول اني قلت للسيد هذا على المعرفه بدرايه به. فانا نعرف الوالد الله يرحمه ويذكره بخير، انا لحظه صدق ولحظه ذكرى روحه طيبه، الرجل الطيب، الرجل اللي اعطاه برشا العزوزية في زغوان، المرحوم محمد عم فريد الله يرحمه، اللي هو اسمه محمد عم رشيد عباس الله يرحمه، زيد الشيخ جيلاني ملاك، الشيخ جيلاني ملاك، بشير البواب، عمرو البواب،
معناها الكل هذوما تلمذنا شيخ جيلاني الملاف كل تلمذنا على ايديهم معناها الوالد التلمذ على ايديهم عم رشيد كيف كيف وخذينا عليهم المشعل وان شاء الله نكملوا وان شاء الله تجي ناس بعدنا احنا زاد تواصل على خاطر هو اللي معناها المهم في الموضوع هذا انه ديما تبقى معناها ناس اخرى تخلفك ما كانش باش تندثر الحكايه هذه معناها في كل الطرق راه مش كان زغوان بركه يلزم شكون الحمد لله احنا تو الشباب زغوين نحكي على بلادي معرفه معناها ناس نافحه بالعزوزيه معناها ديما كل خمسة سنين تلقى معناها جينيراسيون حاضره جديدة. تحب تجي تبرف وتتعلم وتولي تخدم وكذا الحمد لله هذيك حاجه تفرح في زغوين. محمد جلندرا علاقه الزغوليه بالعزوزيه هي اللي خليتكم انتم تتشبثوا فيها وتعلموها وتتعلموها من عوامل انا اللي. معناها كيما نقول لك معناها نسالك انت بنت بلاد اي هو مش باش نعملوا عطيه في زغوان من غير عزوزيه مستحيل مستحيل مش باش نعملوا طور في زغوان من غير عزوزيه فمش ميعاد نهار الجمعه في الليل من غير عزوزيه معناها في تقاليدنا نعيشوا فيها العزوزيه خلص الحاتم بعد نرجع لك انا راك قصت علي على فكره انا باش نكملها سي حاتم تعلق الاجيال الجديده باللي نحكيوا فيه سواء كان الغناء الصوفي او عادات وتقاليده او لبسته مسؤوليه شكون هي مسؤوليه ولاد بلاد قبل كل شيء لازم هم يكونوا يحافظوا الحكايه هذه خاطر هي تراث نقول الدنيا معناتها الناس تلبس فيها الجبايب وتحدث في العزوزيه والسلميه كيما قال سي محمد الميعاد كان ياخذ كل خميس سدالي عزوز كنا احنا صغار نحضروا على الشيخ الملاف نحكي لك عليه وعم رشيد وفريد ونستمتوا منهم تعلموا منهم ولا تمشي كيما من البلاد في دمه في عرقه معناتها الميعاد وين ذكرنا كان سدالي عزوز كان انا ما نعرفش معناها اي تدخل سدالي عزوز فما سيدي مسعود قاعده سيدي مسعود على اليمين تدخل سدالي عزوز اللي يكتب فيها القران زاد صحيح هذيك مقابلتها بيت الطلبه تسمى كان فيها الطلاب نتاع القران اي اللي يحفظ القران يجي من تونس كل بقعه أيوة. وكان اخر طالب نفكروا انا رجل كبير اسمه عم البسكري لانه جاي من الجزائر من بسكره هو يقولوا عم البسكري اخر طالب اللي توفى في زغوان معناتها وكمل دونك الميعاد كان يقع في القاعه نتاع سيدي مسعود وعلاش اسمه ميعاد لانه فما وقت تتلم فيه الناس المشايخ وفما ناس زغونيات يطلعوا يجيبوا اللي يجيب التاي واللي يجيب الحلو واللي يجيب النسل ويصنتوا كيما نقولوا احنا شويه ملوف شويه عزوزيه شويه سلميه كان فهمتني ومن غاديك معناتها الناس كيما قلت لك انا واحد من الناس نفكر روحي صغير انا وبرشا في جيلي انا كنا نهار الخميس حاجه سكري معناتها يلزمك تمشي فهمتني ولازمك تحضر ودور النساء في هذا دور النساء كانوا يحضروا مش كيما الرجال معناتها النساء تو برشا نساء في زغوان راهم يحضروا المالوف يحضروا شويه عزوزيه ومغرومين لا بروفوني صعيب ياسر كيما قال سي محمد باش تلقى وطيه ما فيهاش العزوزيه من الصعب جدا انا واحد الناس فكر عرسي عام 87 مثلا بالعزوزيه نتاع مرشد عباس فهمتني ولده ايوب ولدي كيف كيف كانت الصور الحاجه تبدلت شويه تويك كانت العزوزيه قبل هذه والسلميه للرجال اكثر من النساء قلك حاجه والله وانا تعرفت في تعرفت بصدقي وتلقائيتي ومعنيها نقول لهم ولاد بلادي هما صحيح ولاد بلادي اما حاجه تلقائيه باش نقولها لك الله يرحمه عم فريد كنت كي نمشي العرس مع امي امي راهي تتفرج تعرف يقولها ان شاء الله نجي لوطيت بنت والله والله صحيح صحيح والله بالحق يا محمد فكره بنت اي معروفه معروفه وانا صغيره معناها يقول ان شاء الله فك الصبي ان شاء الله ديما كي ديما كي تلقائيه معناتها خاطر يعرفوا صحيح برشا باش العائله ما تعملش تو 99% في زغوان معناها للافراح الكل فيها العزوزيه ما معناها حاجه سكري معناها تولي عندنا عيب ما جابش العزوزيه في طهور ولده ولا في فرحه ولده ولا فرحه بنته ولا فماش معناها تحلى بها بتبيع وعندك الخرجه ديما اللي 27 تبركوا بها زاد وحاجه اخرى حتى اللي بس تقليدي اخت عفيفه نحب نحكيو عليها راهو على زغوان ماهوش دخيل لانه الناس لازم تعرف كصناعه اندثرت صحيح اما كان لباس قعد لتو فرض روحه مثلا نفكر البرانسيه كانوا في زغوان والقشاشبيه كان عم المنوبي العباسي كان مغروم معناتها يخدم البرانس كان عم علي بوتركي يخدم البرانس والقشاشب كان رزايق فنتي بوجناح معناتها كانت التراث معناتها الصنعه انضطرت شويه كانوا جماعه قويس من برشلونه يخدموا البلغه البلغه نتاع زغوان كانت معروفه الناس في حمام السوق هذيك والرحبه صحيت كانت غديكا يخدموا البلاغجيه متى بلاغجيه وديجا نهج اسمه نهج الشواشي نهج الشواشي وكانت الشواشيه في المكتب السباق ما نحكي لك كانوا جماعه خليل زاد يخدموا البلغه معروفين اليوم عنده كنايه دار كلا يقولوا لهم فهمتني دونك معناتها ماهوش داخل علينا دخيل من الدنيا انا كنت فرشت في تصور تاع عزيزي وعمومتي كل الجبة حاجه ماشيه في البرنوس والخشبيه والكل ديجا كان الراجل يزهز اكثر من المراه قبل كي يخرج برميل زهاز امه تحضر له قشبيه وبرنوس
تقع عنده فهمتي خلف البطانيه وخلف مخدومه في الدار صحيت مخدومه في الدار. انت شوف صداقات في زغوين يبدا صديق في الجامعه التو شوف لا ماجوريتي نتاع زغوين كل لابس اللي لابس جبه هذا توا تحكي محمد التو خدم قاعد يحكينا على الماضي التو التو ما قلت لك بعد التو موجود الشيء احنا في الخرجه اللي تعملت اخر مره توا ليله المولد لا ليله المولد اخر مره معناها ما شاء الله معناها عباد جات من كل بلاصه في زغوين انا ناكد لك احسن خرجه تفرجت فيها في حياتي فما 6000 مواطن طلعوا السيد علي عزوز ومن خارج زغوين من خارج زغوين من كامل تراب الجمهوريه جات العباد وتعملت سهريه زاده في القروان كبيره برشا نفس هي وزغوين القروان تو الناس يحكيوا عليهم في في لي ريزو سوسيو معناها في التواصل الاجتماعي على الفيسبوك سورتو كيفاش عداوا الخرجه زغوين الكلها لابسه العربي اللي لابس البرنوس اللي لابس الجبه نساء لابسين القفاطن معناها حاجه ممتازه جدا 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 حاجه معناها كما قال لك حتى موش دخيل اللي بس دخيل احنا ديجا زغوين حتى الغرزه الزغوانيه كانت في التريزا القرقيف والكل كان في زغوين موجود مقبل معناتها ماهوش وديجا يذول يوم الوالده تعرف معناتها لا بروفوني كانوا يعلموا في الاتحاد النسائي في الحكايه هذه امي كانت تتعلم الزربيه كانت تعلم الزربيه زاد امي النساء اللي كانت كل اللي انضموا للاتحاد النسائي صحيح شوف الحاجات هذه نحن اخذيناهم عليها ونحب نعديوهم من خلال وسائل الاعلام والمنابر هذه الاعلاميه لصغارنا زاد نعموا هالحكايه هذه باش ما تنتظرش لان نحن في النهايه قاعدين نأرخوا احنا كيف نحكيوا هكا هو التاريخ قاعدين نحفظوا فيه حكينا شويه باش نرجعوا ندردشوا بعد لكن اش قالك نقعدوا ترتيحه مع الشيخ ايه. ها نسمع ايه. حاجه بلاي باك مادام هو اليوم اعتقلنا شدوا يديكم بالبلاي باك حتى نجي تجي العزوزيه حتى تجي العزوزيه نسمع شنو باش نسمع توا شيخ بابا علي عزوز معناها تراثنا زغوين عملت لها معناها توزيع جديد وان شاء الله تعجبكم يا خويا قالوا هز التليفون قالوا الراجل قالوا له مرتك دايخه بالحق دايره صارت كان حد يسمع فيا على الموبايل عندي جبنا حضره اخرى نهار قلت له ليه كان مش عزوزيه ما ندخلكش يلا محمد الشيخ محمد فريد بابا علي عزوز ان شاء الله زغوان ربي معليكم البعد تظهر سرايا سرايا زغوان ربي معليكم البعد تظهر سرايا
كل واحد حر هو في التراث نتاع غني، اما فما ناس تغني ما شاء الله معناها يعطيك الصحه. قبل باش نرجع لصحات باش نضحك شويه خاطر نجي نغني وشويه كابيلا، نحبوا نسمعوا لايف. نحب نذكر اللي مادامنا نحكيوا على زغوان باش نتحدثوا على مهرجان ربيع الخيول في دورته الثالثه، واللي هو مهرجان فتي في جمعيه دار جدود الفروسيه بزغوان. نتصور انه ان شاء الله يكون مهرجان حلو برشا باش ينتظم 24 و25 بهنشير كافيه في ولايه زغوان. ان شاء الله حلو باش تكون قبله برشا للتوانسه والاهل المدينه. مهرجان ثقافي مزيان ومتنوع، واحنا باش نحكيوا على تفاصيله ان شاء الله الاسبوع الجاي. حبينا فقط ننوهوا عليه ونحييوا جمعيه دار اجدود الفروسيه بزغوان، يعطيهم الصحه اللي يخموا في هالمبادره، وباش نحكيوا عليها كما قلنا ان شاء الله في حلقه اخرى. سي حاتم خرطحوا شويه الشيخ محمد فريد. اذا زغوان بكل المعالم هذه وتونس بكلها في يوم وطني لللباس الوطني، احتفالا باللباس الوطني، وحكينا مع جمعيه التراث قبل بنهارين انه ربما تراجعت شويه الحكايه لكن رجعت بقوه. اهميتها وابعادها معناها بالنسبه للتونسي وبالنسبه حتى للاقتصاد وغيره، شنو نجم يضيف معناها؟ هو راه يذيب برشا حاجات. وانا نمشي للسوق ونشوف الناس اش تخدم واش الناس قداش تعبه. معناتها اليوم هذا برك يحرك السوق ما يحرك في اللباس التقليدي. نعطيك من الاخر، انا مثلا خيط عنده اللباس نتاعي من غير ما نشهر نجم نشهر ما نعرفش عليك. وحسيت ما يسالش شكون هو في فتح الشعار ابن السي مختار الشعار اليومين تاع جبي. اي طبعا سامحني دقيقه نقص له الحديث وسامحني بالاسهل. اليوم الصباح جابوه في راديو معناها مع خاص سي فتحي شعال وقال لهم انا امين معناها الجبايب في تونس. في تونس وقال لهم خذيت المهنه هذه عام 69 على الوالد نتاعي، يعني 40 سنه قال لهم مختار شعال. الحق على مختار شعال سي فتحي اشتعل سيف، فما حركه ماشي، فما تقريبا ما يقارب 80 عائله تخدم، معناتها يدور في الدولاب. لانه الناس تعرف حاجه، راهي الجبه يخدموها سبعه من الناس ثمانيه من الناس، مش شخص برك. اي صحيح. اللي بشمر واللي يدور الجبه واللي يطرز واللي يخيط البطان واللي معناتها يخدم الفرم لما يخدمش الجبه، دونك معناتها راهي تخدم في ناس باهي ناس. معناتها كي واحد يدخل السوق يشوف الدولاب اللي دارته الجبه والبرنوس وسيتو تو دخلوا حكايه اللبسه نتاع النساء اللي نسميوها البونشو والجبايب نتاع النساء والقفاطن التونسيه، معناتها دونك لها ابعاد كبيره. ثم حاجه اخرى نحبوا نكروا تقاليدنا. معناتها كي تشوف انت الباب نتاع سيدي بوسعيد، كي تشوف انت لبرا معناتها في التصور صحيح، كي تشوف الجبه، دونك هذايا عنده ابعاد سياحيه واقتصاديه وتراث نحبوا ولا نكرهوا ما يموتش. كيما نشوفوا احنا في برشا بلدان برا التو تلقى التراث نتاعهم ماشي، دونك فهمتني في تستور التو الجبه تتخيط معناها اللوطه في القاع صحيح، وفما صناعيه برشا في معروفة تستور معروفه تستور بالجبه. وعلى فكره كلام حاتم اليوم صباح سيد رئيس الحكومه زاد استقبل عديد من السياحيين معناها في اللباس التقليدي اليوم صباح استقبلهم استقبلهم ومعناها وابارمون معناها فما برشا مبادرات اليوم هما خاطر تعرف معناها يلزمهم الدعم يلزمهم دعم كبير واستقبلهم اليوم كلهم في لباس تقليدي ما شاء الله معناها اللبسه العربيه وحدها في تونس. لا تو شوفوا تو برشا شباب سيرتو عملوا لهم كالكساوي عملوا لي فيست
عامل لك الكوستيم متروس، شو التونسي على شهر بشوي يقول لك جبه غاليه، صحيح راهي غاليه، فما جبه من 200 دينار. انا كنت نقول لك صحيح فما تو جبتك هذه قداش؟ تو هذه تعمل لي وشي مثلا كيف كيف هذه مثلا تعمل في 1000 دينار 1200 كيف في 1,200,000 قال خاطر واش نسلك عليه؟ الناس ما تفهم حاجه في الجبه راني مانيش نايم بحكم انا معناتها مغروم فهمتي انا في داري مثلا انا عندي كيف 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 هذه فرد حرير لا كل ما نخزر للزين لا نسلك عاد هذيك تسمى نقش كامل وهذه مرشات الجبه التونسيه الاصل بالمرشات هذا النقش هذا اللي تسمى زليزيه بالعربي زليزيه هذا وهذه سكروده هذاك يتسمى في النقش يتسمى دامه فهمتني هذاك النقش حاجات تورد مثلا هذوما قواس هذيك دامه هذوما فهمتي في النقش اللي تورته جبه تونسيه جبه تونسيه كانت ما تسوش المرشات المقبل المرش ولا الزليزيه الاخرى مخدومه فهمتي لكن كل ما ذي راهي تريزا بليد المشكل في تونس تويك علاش يقول لك جبه غاليه تفرق بين الحرير اللي هو ذي الحرج حرير اللي هو عند سي محمد بين تلقاه توبار اللي هو خيط عادي يقول لك شبيه وفما شارش في مش كي تعمل جبه هكا كامله شو قداش تقعد كيما تعمل زيزي عاديين ولا مرشات وتعملها ماشي حرير معقول برشا تختلف وهي حتى كي باش تشري غاليه باش حتى خلي الناس تاخذ فكره باش عم تلبسها ويعاود يرجع لها ويعاود يرجع لها صحيت الجبه الدوم ما تموتش علاش قلت الفرق في الحرير والتبار مثلا التبار ما يشدش عامين ثلاثه تحسوا كل يهبط الحرير يدوم صحيح فهمني دونك معناتها الجبه يسموا فيها غاليه ما فما كيما نقول لك اقل نقش اقل كذا انا مثلا مغرومه ما مش كنت مغروم محمد يعرف انا عندي مقارب 20 جبه في الدار ما شاء الله من السكروده للقرمسود للحرير للاتشا للنغل للسسمن العنبرجيز الكل معناتها فهمتي غرام تبقى الما هذا ما نقولوش انا تو كي نمشي للسواق نشوف قاعدين التوانسه ديما يجيو ياخذوا العروسات فما الناس تنجمش تشري راني تكري فما الكراوات بون مش في الحرير مش كذا اما موجوده اما الجبه راهي ما تموتش ما عملوا لي فيست وعملوا الكوستيم ديما الجبه ما تموتش وتطورت في لبسه وحدها وتطورت فهمتي تو كيما نحكي لك النقش تطور ما كانش ما نقش قبل تو كي ترجع 30 سنه للتالي فماش نقش مرش ولا زليزيه طوروها برشا حاجات كانت الخمص هذوما من اللوطه فماش الخمص هذو مثلا كانت جبه عاديه عاديه هذاك ولا تسمى الخمص كيما عند سي محمد دونك تو ولاو يطلعوا في الصباب زاده من القماش نتاع الجبه نفس التريزه نفس التريزه بصح ساعات تلقى تريزه كيما نقولوا هلاد ولا انزاسه في الوجه نتاع الصباط دونك معناتها الجبه تطورت وحلوه علاش وحلوه ما تموت شوف انا تو نحكي لك لبس سوري عربي كل شيء ديما نحس سيرتو في مناسباتنا اي انا ساساوري يحس في نفسي تستدعى الناس وتعمل عرس وتعمل فرقه وتجيب وتجيب كنار ولا اونت الجيمي مشيت للسهريه نتاع زياد غرسه اي هبطت بالجبه بالذمه في المسرح البلدي المسرح البلدي والله نخزر تواز دخل فرصه بالمناسبه هذه باش نحيي فوالا طبعا بالحق زياد وانا ذكرته والله ما نعرفش الوحيد اللي انا بالجبه والناس يقول ما تاكل عبيد تخزر له تخش عليك مش ناكل من عبيد انا تمنيت كلها تحضر حتى مش الكل لا موجودين خاطر فما ملوك يعطيك الصحه وتبع تونسي شوف سي حاتم اللي قاعده تقول فيه ربما احنا اليوم حاب نحب نعاودوا نقولوه ما يقتصرش على اليوم الوطني كما اليوم خاطر يلزمنا كاعلاميين ولا ناس نحضروا في التلفزيون وكذا لا حتى في مناسبات كيما هذه تكون رسميه علاش لا في مناسبات كما قلنا هي باش تحيي دورة اقتصادية كاملة هي باش تخلي هيك صنعة ما تموتش صنعة الجدين ما تموتش وهذا هو لا بحاول لا ما تموتش خاطر قاعدة في زغوان كما قال سي محمد ليت 27 أغلبية الزغواني في زغوان يطلعوا بشباب سيدي علي عزوز في ليت 27 في المولد في العيد التوا جمع الزيتون مثلا الصباح نتاع المولد يسبحوا يصليوا الفجر ويقعدوا بالجبايب حتى يطلع الصباح وياكلوا عصيد الناس دونك فما الناس ماشي باش نقول لك الناس كل اما مازال فما ناس قاعده تحي حتى صعيب تلقى دار اذا ما فيها جبه راهي فيها كسوه تو مطروزه دونك عمل ترجع بشوي بشوي وفما جماعة السوق بصراحة مش مقصرين فما حتى عاملين لي فاسيليتي دو بايمون مش الناس كل تنجم تاخذها كونتون خاطر جبة تدوم 20 يوم و 30 يوم باش تطلعها هاك مرة مد 100 ومرة 200 فما اللي ما ينجمش في عقلك ولا وكل قدير وقدر وزيد نحكي لك فما جبة من 200 فهمتني تو حتى البرانس بيدهم تاع رجال ولات فيهم التريزة فيهم مرشات برنوس العادي فهمتني دونك انا واحد من الناس نغير عليها برشا لبسه تقليديه ما نكذبش عليك قلت لك انا غرام محمد يعرف غرام ان شاء الله معناتها ما يفتن نورتنا بالحق اليوم محلي الحديث معك هذول اللي حكينا شويه اذا ما نسمعوش شيء حتى عزيزك تو الشيخ بوعليك كان يلبس الجبه نفكر صغير كان يلبس الجبه انت تحكي تو انا نتذكر كان يشري الشتاء القماش والصيف القماش ولا مناسبات القماش ولا فما الملف للشتاء وفما المقردش للشتاء اللي يسموه مقردش يجيبوه من الجنوب تلقى بارك كيما السفساري وبارك السوف هذاك لبس الشتاء والملف
يختلف. فهمتني؟ حاجه اخرى سي حاتم اللي ذكرتها اليوم وحكيتها في برشا مناسبات ملي كنت في القناه الوطنيه فينا. اللي حاتم امين جبايب ولا؟ اي تاع زغوان. نعطيو الزغوان غادي مشى تشجع لنا. كنت الشاشيه ما تلبسهاش النساء. صحيح. انا كنت كي نلبس شاشيه تاع عزيزي الله يرحمه تقول لي نحي 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 تغلى علينا قمح السناء. صحيح هكا ولا صحيح كلمة تقال هي. صحيح ولا ما تعت الرجولة زعما تعت الرجولة أيوة ماشي تاع ماشي أمور منثوية تاع الرجولة ما تعتش الشاشية حتى الشاشية في زغوير يرجع تو تو عندي خويا مثلا ما يحبش كاسكيتي في الشاشية باهية برشا ناس تمشي الشاشية وانو بدلوها فيها البلون فيها البلون كاسي فيها الكري تطورت السلعة تقديم تسقط لكن ديما الأصل ابدا أحلى حاجة الأصلية تبدا أحلى شيخ حكينا برشا عاد خلينا نسمع شوية كابيلا شنو تختار أنت شنو تحب تسمع انت انا والله نحب نسمع تسمع ناس نحب نسمع مالوف ونحب نسمع زيدا شويه من العزوزيه والله ما نعرفش وانت اختار ولا الزوز مثلا نسمع كلي تحب بيان سي بون اي اكيد اي سيدنا محمد رسول الله نعملوا ماشي زاير زغوينه اي مثلا يا ماشي زاير زغوان هز جوابي للسلطان يا ماشي زاير زغوان هز جوابي للسلطان والسلطان بابا عليا شيخي سقينا الكيسان هيا ويا الإخوان هيا ويا الإخوان هيا نزوروا بابانا شيخي مولا زغوان إتا توبوا لمولاكم إتا توبوا لمولاكم ما تغفلوش وصاكم والقبر راهو يرجاكم واللحد والأكفان هيا ويا الإخوان هيا نزوروا بابانا شيخي مولا زغوان اجي مجدد لي حبي اجي جدد لي حبي بالل شو بابا العربي والطايا هو ذخرت قلبي يسقينا الكيسان هيا ويا الإخوان هيا نزوروا بابانا شيخي مولا زغوان نرتح ولا نزيد؟ لا لا نزيد شو تحب تسمع مالوف انت؟ مالوف ونعرفك في المالوف ما شاء الله وما شوشا Oh.
وانتي وينك شعشع عالم فجرك يا سيدي وانتي وينك وانتي وينك فاك الصهى ربي جيبة يجعل امرأة ما يطول غيبة طول غيبة صابر على ملجك يا سيدي وعيني حيا. الصحة الله يعطيكم الصحة. الدكتور المألوف في تونس زياد غرسة وربي يفضله وربي يرحم عم طاهر، خاطر عم طاهر كي تقول عم طاهر غرسة هو مدرسة المألوف، تقول الخير اللي احنا فيه توا في الموسيقى هو عم طاهر غرسة وخميس ترنان، واليوم خلينا فلتة من فلتات الموسيقى في تونس هو زياد غرسة. تحية كبيرة ليه، سفير تونس الأغنية التونسية. بكري نحكي معاك وباش نحكي على المرحوم شيخ فريد، وتذكرت نفس الحديث اللي حكيته مع زياد كيف جاء معنا، لأنه المدارس الكبيرة تخلف، يعني ديما هذيك العريفة من هاك الشجرة. وإحنا الحمد لله معناها محظوظة تونس اللي موجود بالحق. إنسان اسمه زياد غرس بالحق ونهنيه بنجاح العرض الآخر. اي بالحق شيء كبير، عمل العرض الاول عرس طبوع واحد وعرس طبوع اثنين مع ليلى الشيخ قياده محمد الاسود طبعا. لا ما شاء الله تونس معناها زاخره بالموسيقيين والعازفين، حاجه روعه معناها تبارك الله. وكيف كيف زاد لطفي بوشنياق زاد فنان كبير ويغني تونسي معناها روعه اداء، ومعناها سلاح مصباح كيف كيف. انا المره اللي فاتت نتفرج سلاح مصباح معناها ما شاء الله نبقى بالحق. معناها والله تو موضوع تجبد معناها نبقى بيت كيف سلاح مصباح معناها بعيد على الساحه عنده برشا معناها انا برشا بس معناها سلاح مصباح. انت شو ترى طاقه صوتيه رهيبه يا لندرا، تقصير من الفنان ولا من وسائل الاعلام ترقل؟ والله انا راه تقصير من الفنان مش من وسائل الاعلام. لا لا يزمك انت معناها ريت للفنان ما يزموش يغيب على الساحه، ما يزموش يغيب، ما يزموش يغيب، هذيك بلاستيك وهذيك انت احق به من اي واحد يطلع، على خاطر التيران فافورابل لعباد اخرين توا طالعين معناها. لا لكن لا مانيش باش نفتي راني خاطيني وما نحبش نقيم العباد انا راه ديما نقول، اما لا علاقه بالفن. فما ناس خليت هما كيوخروا رجعوا التالي خليوا تيران فافورابل العباد لا علاقه لها بالموسيقى معناها. انا نحكي راني في اطار انا السؤال باش نختم به معناها محمد، انه ما شاء الله نشوف فيك معناها عشره احنا صغار الحمد لله معناها في مجالاتنا الانسان. شنو هو السر؟ انا باش جيت باش نعطي الاجابه لكن نحب نطرح سؤال عليك. شنو هو سر النجاح اليوم؟ وخاصة في هاللي تحكي فيه أنت هالشوائب في دوماني أنا؟ في كل هي في اللي موجود هذا في الساحة الفنية في ما كلك سواء معناها بالنسبة للغناء الصوفي أو غيره في الفن عموما معناها سر النجاح بالنسبة معناها لدوماني أنا اللي نخدم فيه. سر النجاح هو العمل له. العمل كيما نحكيو أنت كي تبعد ما عادش باش تعرف باش تنساك الناس لأنك أنت تعلمت على الأصل يعني أنت تاخذ ديما الأصل نتاعك وديما تخليه هو بيدو
تحاولش تغير فيه برشا باش تضيف له آلات حاجات كذا، أما ديما يبقى التابع هو هو الخدمة، ويزمك ديما جديد ويزمك ديما التورنيات. راهو اسمعني، خاطر الخدمة كي تدور ديما الناس ديما تولي تسمعك وتحبك وتولي تجيك. يزمك أنا واحد من الناس توا معناها يلزمني في الشهر عرض اثنين موجودين، لازم يكونوا في الشهر عرض اثنين للعموم، معناها لازم وديما معناها تجيب جديد وتتعدى بيه معناها في 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 القنوات التلفزيه. العزوزيه بقياده الشيخ محمد فريد انه تعملوا لنا سي دي ان شاء الله، علاش ان شاء الله ان شاء الله جاي في الموضوع لانه الناس تحبها برشا. ان شاء الله احنا كنا ودي ماشيين المعضله هي معناها، خلينا نتكلموا بصراحه معناها المعضله هي الانتاج. الانتاج جاي ما فماش شكون يمولك. الحمد لله يا ربي يا ربي نعم نور الرحلة الحمد لله بفضل الله سبحانه وتعالى. ربي ان شاء الله يبارك لك يعيشك، وشكرا على قبول الدعوة اخويا الغالي. ان شاء الله تكون عزوزية الكل موجودة بحذاك في اقرب وقت ان شاء الله. وعد لكل مشاهدين نهارنا بحول الله، ونعرف راكي يعدي وفي ونهار اللي كلمته ما فما حتى ديسيسيون معناها ما ما هكا من غير انا جاي يعيش لي خويا يا ربي. تطعوش تغش عليا هكا على ذيك الزيادة عفوا باش نفكر في حاجة. خاطر الناس حضرت زياد ما فهمتش شنو عرس طبوة. هي نوبة من نوبات مالوف عملها زياد وغناها نهارتها، لحنها وغناها هو نهارتها. فهمتني معناتها مش سهل باش تعمل زياد. نبقى عفيفة بربي كي نختم حاجة. تعرف زياد جاء في دولة أخرى، راهي وزارة كاملة مسخرة لزياد. يا ناس لازمكم تفيقوا، راهو ما عندكمش زياد غرسه، ما عادش فما مالوف، ما عادش فما غناء تونسي في تونس. السيد هذاك يلزمه ميزانيه وحده. والله يا محمد كنت تشوف المراره اللي كان يحكي بها زياد غرسه في بال كيفاش تحدث على، وانا بربشته يعني مشيت له معناها شيء مؤسف هو. ان شاء الله تنحكيوا عليه في اخرى إن شاء الله. وان شاء الله تتحل الحكايه. والله انا من المنبر هذا يا ناس يا ناس يلزمكم تعطوه ما اللي يطلب يلزمكم تعطيوه. شو معناها اللي يطلب؟ يلزمكم توثقوا له، يلزمكم تعاونوه، يلزمكم تعملوا له حاجه خاصه به. راهو زياد غرسه موروث، راهو زياد غرسه معناها ذكرى. هو ذكرى انا تحب نكبرها معناها. انا عندي انا الفوسفات في الاقتصاد وفي الثقافه والفن زياد غرسه. يلزمكم يا ناس تتلهوا به الراجل معناها وتعطوه وتحطوا له كل الظروف الملائمه باش يخلي لكم تاريخ. ما طلبش برشا على فكره، ما طلب شيء، ما طلب شيء. يلزموا معناها رشيديه ومكان انه يقري فيه زاد الاجيال، وهذا مهم جدا. يعيشك يا محمد، شكرا للحديث معكم محلى. بارك الله فيك سي حاتم بن ويلي، شكرا ليك، تحياتنا لكل. ان شاء الله تونس ديما بخير، وان شاء الله ديما فرحانين، وان شاء الله ديما ملمومين، ويا ربي يبعد علينا معناها كل ما هو سوء على تونس. ان شاء الله باش نكزوها بحول الله البلاد لاباس، وباش تتعدى البر الامان، وان شاء الله نحبوا بعضنا وشويه صبر بركه، وان شاء الله ديما تونس لاباس، وان شاء الله تحيا لباس تقليدي. عايشك، شكرا لك شيخ محمد، شرفتنا اليوم شيخ محمد فريد العزوزية زغوان. البنات انا باش نجيب حذاكم معايا يا عماد. يظهر لي الحكايه كانت لوز وقصه كل تلفت نلقاهم يعملوا في حوايج اخرين. شنو هي؟ عملنا زغوين راهو لعبناه حاجات، عملنا ماركة زيتون وبدلنا، عملنا خبز وعملنا وين عملت خبز عربي. خبز عربي في الدار تعرفوا عليه اسميه دحرش عربي، تعرفوا عليه خاطر احنا كريم التو ما جاب لنا اللوز. يا كريم انت وينك؟ انا نستني فيه اللوز المرحي. ماركة زيتون فيها شويه راندل وفيهاش فيها مرقد زيتون قلت لك. وطاجين سلطه مشوي، طاجين سلطه مشوي والله شيء يفرح معناها. تبارك الله معناها يتعلموا البنات تبارك الله والله شيء يفرح. مازال عندنا بنات في عمرهم هما يطيبوا مرقد الزيتون والخبز العربي. تهنينا على الكوينة تونسية. هكا محمد المدام طيب ليها كيما الوالدة. والله تبارك الله عليك. أنا الوالدة نعرف. تبارك الله عليك. والله تبارك الله معناها. مش شوية. لا مش نشكر. مدام راهو. لا والله تبارك الله عليها، عندها نفس في الماكلة ما شاء الله. ما شاء الله. هاك شوف اغزر لي أنا تطلع كل شيء. صحة وفرحة. يعيشك. حيوة بالمناسبة. شكرا لك. يعيشك. مشاهدينا الكرام متواصلين، وبعد نرجعوا مع الأستاذ الكل نعرفوا كيفاش البنات حضروا لنا الماكلة هذه الزمنية. ها كلينا في الغناء نسينا الرسيت، اما نتذكروها ما دام مشينا فاصل نرجع. بعد الفاصل نكمل.
رجعنا لكم مشاهدينا. بالنسبة اللي التحقوا بنا اليوم نقول لهم حلقتنا اليوم خاصة بالاحتفال باليوم الوطني لللباس التقليدي. وقبل ما نستقبل مجذفتنا هي بنت الدار الفقرة الموالية اللي اخترناها من نهار ثلاثة ولات اليوم على خاطر حبينا معها سمية داود بغزالة أن نعملوا حاجة مزيانة اليوم تواكب النهار هذا. مرحبا بك سمية. مرحبا. عايشك صحة محليك. عايشك ربي. حاجة مودرن جديدة. أنا قديمة اللباس التقليدي ديما لابسة القديم مجدد ديما مزيان. أيوة. صحة ليك. قبل نذكر أنه باش نتصلوا بسيدة لميا من مركز البريد بأريانا اليوم عملوا حاجة مزيانة ياسر أنهم الموظفين مركز البريد الكل لبسوا بالعربي وحبوا عملوا كل مصالحة مع المواطن. قال لك احنا المعروف علينا أنه المواطن والموظف خاصة البريد اللي نستعمل معناها عندنا برشا خدمات مع البريد ديما فما شوية مشاكل وكذا. قال لك لا رانا اليوم حابين نحتفلوا بالمواطن بطريقتنا. بعد باش نشاهدوا تصاور باش نتصلوا بمدام لميا باش تحكي لنا على البادره هذا يعطيهم الصحه. لكن قبلها قبل ما نبداو باش نحكيوا على فكره اليوم سي سيور الناس كلها عندها غريب الفداء. هو 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 من المستحسن ان نستعملوه. لكن اذا كان مثلا تقطع ولا حاجه ولا حابين نبدلوه شنو الفكرة اليوم سمية؟ الفكرة بدلو. معناها من القاعة الخالية الفكرة هذه. أنا ما توقعتش راهو لا. ما قلت الفكرة تقليدية. دونك هكا قعدنا نخمو حتى لين لقينا الغربيل نتاعنا العربي. محل الغربيل هو ماهوش تونسي مغاربي هكا ولا. أي لكن موجود برشا في عاداتنا وفي مطبخنا. في عاداتنا وفي تراثنا. دونك أي. نرجع نسأل الشيف ونرجع لك سمية ونرجع باش ناخذوا راحتنا بالكدا. شيف رانيا وشيف ريحة. ما هو مشي عاده سي كريم وجاب لنا اللوز هكا هو نبدين. لكن الحراير في الـ في الـ في الكوجينه ما يقولوش يجي يقولوا ما يحيروش ما يحيروش. اش عملتوا لنا وين وصلتوا وكيف جا اللوز ايش باش تعملوا؟ نبداو برانيا. نبداو باللي تحب. عفيفه انا بريسك عندي السلطه مشويه نتاع الزقول اللي عملت طاجين سلطه مشويه. باه اش عملت طاجين؟ سمطت الدجاج نتاعي فيه شويه ثوم وشويه بصل وزيت زيتونه. بعد ما طاب لي حضرت بريسك سلطه مشوي نتاعي حاضره. فقست عظمتين على التختوخ نتاع الدجاج. التختوخ نتاعي والطاجين والسلطه مشويه وجبن خلطتهم مليح وحطيتهم في اي قسيت معاهم تنسى راني وليت انا كنت فلفل بار عبيد ما عند زقلي فلفل بار العبيد عند زقلي شويه زيتون شويه كبار شويه ليمون حاجه تونسيه معناها بنيه. هي علاش في الحكايه في الحقيقه تجينا بسطه مشوي اللي يفضل ترجع مولات الدار تجين به. واللي بعده البنات اللي بعده عملنا خبز اشترنا خاله واشترى سميد كما تعرف سميد الارتب بيتعب شويه في المعده. دونك عملنا فرينا بيتو خذينا باكو نتاع نخاله وخذينا شطرو سميد خلطنا حطينا 20 حاسيلو ان توكا 20 غرام ملح على على الكيلو و20 غرام خميره و500 غرام ماء نعجنوا بهم معناها وشويه زيت كيما نعرفوا 100 غرام عجنيهم مليح. انا حطيت في فورمه مدوره دورته حليته بالسميد والكل وعملت كالفورمه وكالخطوط نتاع الخبز نتاعنا العربي. حضرنا مرقه زيتون حطينا شويه طماطم قليناهم شويه كبار شويه زيتون شويه فلفل ما عند تقول لي وهريسه وكل. دونك عملنا حاجه لقيناه حاسيلو ما عند تقول لي الكل حطيناه في الطنجره عفيف. معناها اللي عندنا في الكوجينه مع تقول لي سهل لنا الحكايه امورنا منظمه هكا ولا؟ اي باهي باش نخليكم مع اللوز توا. اي نخلينا مش منبوس باهي نكملوا ماله خلينا نجيو نحن للغربال نتاعنا اللي والله حكايه اليوم الغربال. الغربال من هكا ورينا تراه سمية. الغربال عادي عادي معني حتى كان قديم زاد النجموا يا سيغا ايه ترجمه انا قريت ال ترجمه تولي لهم باش شنو نعملوه مانجيلا ديكوراسيون كوزين. شنو رايك انا راني كي قلتها لي ما كنتش ننتظر التليفون ما حلوه ليه ما تخيلت برشا افكار اخرين الا انه الغربال يولي مانجيلا. فكره حلوه برشا وحتى وكان ماهوش قديم يعني حتى باش نشريو الغربال ما يتكلفش ماهوش غالي. غربال كادينار 500 ويقعد ديكوراتيف معناها به يقعد. دونك تنجم نجمو نردوه مانجيلا ونجمو نزينوها في الكويزين نتاعنا حلو برشا ويقعد عربي وحاجه تيبيك للكوجينه يعني.
دونك لهنا هي نحب نحكي شويه على لو برودوي اللي باش نخدموا بيه والطريقه تاع اليوم اللي باش نخدموا بها طريقه الباتيناج نردوا ونرجعوا لها عفيفه بطريقه جديده هي التعتيق التعتيق دونك لهنا الباتيناج باش نخدموه بالحكين كان تشوف البوا نتاعنا لهنا مخدوم بدو كولور خادمين بالغاديكا بالفير والموف هنا باش نخدم جون موتارد وبلو الطريقه هذه باش نعمل امبريسيون تشوفيها من لي سيركل هذوك عفيفه كان حاب دورهم للكاميرا باش تشوف الموتيف اللي موجوده لهنا هذيك كلها باش نخدموها نحنا ومن بعد نخدموا فوقها الباتيناج باش نحصلوا على اللي فيه هذاك باهي لهنا انا حرقت تاب خدمت هو لوح نورمالمون دهنته بالجان موتارد اليوم اخترت الجام اليوم اخترت الجام فيريتشالكي الجام هذه سبيسيال بوا الجام هذه نخدموا بها الاكثر معناها احنا كي نجوا نخدموا بها اكثر لي موبل لي تابل لي صالون باش نعاودوا حاجه قديمه في الدار البرودوي هذا فيريتشالكي لي تري كوفران معناها كيف تضرب الضربه بالبانسو يمشي معاك ويكوفري وما تسحقش برشا برودوي يخدم لك دي موبل في الدار فما احجام عندها في كادونس فيه لي كونتيتي الكبار والبرودوي هذا انا اخترته اليوم اصلا ما خدمناش به خاطر نورمالمون هو نخدموا به كما قلت لك موبل ولا حاجه اخترته في البوا اليوم للوح دونك خدمنا بالجون الجون هذه الريفيرونس اللي انا خدمتها جون موتارد سي اش 27 محلية. عملنا الكوش ديريكتومون بالبانسو هذا كله كيف شاحت الجام الكل فما جام كبيره راهو هنا جبت كيلكو زيشانتيون كيلكو كولور في كادونس تبع في برشا في كادونس على الشاشه اي دونك الكوش هذه نخدموها بالبانسو عاديه تشيح باش نتعدى ليتاب اللي اكثر تاخذ شويه يلزم شويه تركيز فيها تعرضنا لها احنا سابق ناخذوا بشوار ملي بشوار فما برشا شوار في الكادونس ملي بشوار نجمو ناخذوا سيركل ولا ناخذوا التريانجل هذيا انا اخترت دي فورم جيومتريك دونك شنو نعملوا الكولاج لهنا وماش نخدم البات غولييف ترانسبارون بات غولييف ترانسبارون هي اللي باش تعمل لنا الرشمه هذيك في اللوح ومن بعد كيف ماش نحكوا يخرج الترانسبارونس نتاع الموتيف باتيناج سور موتيف يعني ماهوش على اللوح ديريكت باهي دونك هنا باش نعمل باش ناخذ البوشوار باش نفيكسيوها بالكول سبراي كما العاده باش نسحقوا الكول نفيكسيو البشوار نتاعنا تلصق حتى وكان شفت السيرفاس اروندي ما فما حتى مشكله دونك لصقوا البشوار نتاعنا هكا باش ناخذ البات البات نتاعي صافا دونك البات هذايا بات غولييف اما هي ترانسبارون فما لي بات غولييف عفيفه اوباك بيضه خدمنا بها هذه ترانسبارون كيف تشيح تولي ترانسبارونت دونك شنو نخدموا البات نتاعنا هكا افيك ان بو دو غولييف ديما كيف نخدموا الغولييف انا ننصح ما نخدموش غولييف خشين ياسر غولييف دو 2 ملم 3 ملم ماكسيموم على خاطر كيف قد ما تخشن في البات نتاعك عفيفه تهز البوشوار تغدر الموتيف الكلها تلقاها تغدرت وما تطلعلكش نظيفه دو بريفيرونس نعملوا غولييف الكلها قد متساويه كيما هكا وديما نعديو باش تكون الخدمه نظيفه خدمنيش لي تاب هذيا نمشيو للتريك لهنا نعبيو البارتي الكل دونك الكاميرا ان شاء الله تكون تبع فيا خاطرني انا نخدم على عيني انا دونك لي تاب هذيا عفيفه نكملوها ونحيو البشوار نكملوا الدوره نتاع الغربال الكل هكا باهي باش نحيو البشوار في نفس الوقت من غير ما نخليوها تشي في نفس الوقت نخدموا البشوار هكا نهزوا ليكسي باش نلقاو لي موتيف نتاع البشوار نتاعنا باش ندوروا الموتيف هذه كلها على الدوره نتاع الغربال الكل باهي دونك شنو عملنا عملنا الكوش الاولانيه كولور ومن بعد عملنا البات غولييف ترانسبارونت باهي بات غولييف ترانسبارونت كملوها على الدوره الكل وخليوها تشيح هذه كيف تشيح يلزمها 6 سوايع هكاك نخليوها تشيح على راحتها دو بريفيرونس الشيحه بس شوار تاخذ برشا وقت في الشيح دو بريفيرونس تشيح تخليها في الهواء وتشيح تاخذ 6 سوايع هكاك البات هذه كيف تشيح تولي ترانسبارونت راني باش نوريكم جبت انا غربال اخر
دونك هذه نحطوها لكل حاجه جبت المراحل باش نربحوا شويه ليزيتاب. دونك لهنا كيف شاحت المرحله هذه كما تشوف الباتش تولي كلها ترانسبارنت ما عادش تظهر باهي. دونك لهنا اش مش نعملوا باش ناخذوا الكولور الثانيه اللي احنا مش نخدموها وسيغ اباتين. باهي اش معنى سيغ اباتين هذه ما تعرفش باش دهنا هذاك في الوسط اللي باش نحطوا عليه الورقه المونجيلا هذايا عطاو نوصلوا له باش ندهنوه بلون كي العاده. دونك حنخدموا البوردور ان بوا هذايا الكل. السيغ اباتين هذايا ما تعرضناهوش سابق هذايا وين ما نجيوش نخدموا باتيناج بالحكين. اش معناها باتيناج بالحكين؟ معناها كذا خحرش احنا في الكادونس عندنا الجام هذايا ماهوش كذا خحرش عادي اللي موجود في الميكان الكيضي كذا خحرش ورقه فيه بليزيور ريفيرونس فيه 120 فيه 80 وفيه 240 وكل حكه كل ريفيرونس عندها حكه نوع عندها حكه. ال 120 تعطيك حكه جيده ال 240 تعطيك حكه ياسر خشينه معناها كيف تحك كل نوع يعطيك موديل نتاع حكين. دونك وين باش نخدموا طريقه الحكين في الباتيناج لازمنا الورقه هذيا ويلزمنا السيغ. السيغ يكون ترانسبارون اللي باش نخدموا به في الباتيناج. السيغ هذا شنو باش يعمل شنو لي في نتاعو الغول نتاعو كيما هكا تشوف سي اون سيغ ترانسبارونت. ناخذوا شيفونه السيغ شنو يعمل السيغ شنو باش يعمل. دونك السيغ هو اللي باش يحمي الكوش الاولانيه الكوش هذيا الكولور الاولاني اللي احنا خدمنا به. السيغ هذيا باش يحمي الكولور وباش يعاوننا في الحكين باش يسهل الكادخ الاحرش كيفاش نعديو احنا الكادخ الاحرش باش يسهل لنا الخدمه والباتيناج يطلع مزيان. باهي اش باش نعملوا باش ناخذوا شويه سيغ شفت مانيش باش ناخذ برشا هكا وشويه هذاك اللي خذيته باش نمسح على اللوح الكل. باهي مانيش باش نعمل كوش خشينه بالبانسو جوست مسحان خفيف عفيف السيغ هذايا نجمو نستعملوه في حاجه اخرى عفيفه دونك او عنا احنا مبل تحسوا بدا هكا يكشخ وبدا تحسوا يطفى اللمعه نتاعو تطفى نجم تعدي السيغ هذايا فوق المبل الكل يصلح ان فيرني اما المده نتاعو يقعد 6 اشهر معناها كل 6 اشهر لازمك تعاود تعمل غوتوش لك البوا باش يشعل اللوح والكل هو يقتل الشعره تاع اللوح كيما هكا يخلي اللوح يولي ارطب وكيما قلت لك باش يحمينا يلمع شويه وماش يحمينا الكوش الاولانيه نتاع الخدمه نتاعنا. دونك كي نكملوا ليتاب هذه الكل ديما كيف نخدموا السيغ ما نخدموش برشا سيغ خاطر كي تخدم برشا سيغ الدوزيام كوش دو كولور اللي انا مش نخدمها تولي ما عادش تشد لي برشا على على اللوح. دونك تخدم هكاك كوش خفيفه وتونسيست برشا على البلايص اللي انت بعد باش تحكها باش تخرج الباتيناج. الطريقة هذه عفيفة اللي أنا نخدم بها اليوم نجمو نخدموها على أي مابل يكون عربي فيه برشا نقش مرافع عربي منقوشين مراية ولا علجية تبدأ عربي منقوشة فيها برشا تخشيش تطلع ياسر مزيانة الطريقة الكل. دونك لهناش باش نعمل شتعدى الديزيام كولور نتاعنا أنا اخترت لكم البلو بس خاطر من بعد باش نعمل كولاج بابي دوغي نتاعنا هذايا البابي دوغي فيه شويه كان نشوف الجون دو موتارد والبلو دونك اخترت شوا نتاع لي كولور نتاعي من خرجت من ورقه البابي دوغي وعملت شوا نتاع الالوان حسب الموجود حسب اللي موجود كيما غاديكا اخترت الالوان نتاع اللوح من الغوز ومن الفيغ ومن الوحده اللي موجود ديجا في الورقه. دونك لهنا باش ناخذ الكولور فيريتشالكي سور بوا واش قلت سور بوا خاطر فما جام دو فيريتشالكي سور فيغ موجود في الجام كادونس هذايا اللي نخدموا عليه الفيري تشولكي على اللوح سي اش 21 هذايا سي ان بلو تحسوا ان بو جين. الفيري تشولكي كي نجيو نخدموها عفيفه ما نزيدوهاش الماء شفت عملتها قاعده نحرك في الدبوسه شويه البانتور نخلط فيها بالكدا ومش نخدم بها ديريكتومون اما هي البانتور تري كوفرانت تشوفني كي نعدي على اللوح طول تكوفري لوح. دونك لهنا باش نخدم طول شفت ليتاب هذه عفيفه ما تستحقش باش تشيح عملت السيخ ديريكتومون تعديت حطيت الكولور نتاعي. دونك لهنا باش نخدم البوال كله باش نكوفريه بالازرق. الطريقه نتاع الباتيناج اذا كان مش نحكو احنا مش نعملو تعتيق بالحكين كيما الطريقه نتاعنا تاع اليوم الكوش هذه ما لازمهاش تكون كوش خشينه. اش معناها ما لازمهاش تكون كوش خشينه؟ ما لازمناش نعملو كوش وبعد هكا نخليها تشيح شويه ونرجع نعاود كوش اخرى مره واحده لازم تعمل رامبليساج نتاعك مره واحده وتكون كوش كوفرانت. علاش على خاطر من بعد كان مش تحك انت بال الزنبره هذه الكادخ السبيسيال نتاع الحكين ما يطوعكش باش تولي الكوش خشينه وما يطلعلكش باتيناج مزيان.
بارفوا يسالوني في الطريقه هذه عفيفه برشا يحبوا مثلا يبدا اللوح يحبوا كيف يحكوا يخرج لها ماك العقده تاع اللوح كيما يلزم اذا كان هو اللوح موجود فيه العقده معناها تشوفها انت يلزمك كيف تخدم الكوش هذه يلزمك تخدمها معناها تخيف هكا تخيفين الكوش لازمها تكون باش انت كيف تحك العقده تطلع واضح واذا كان اللوح ما فيهش عقده وانت تحب العقده تطلع هذيك فما طريقه اخرى ان شاء الله تعرضوا لها مره اخرى في حلقه اخرى ان شاء الله ونخدموها التعتيق ببغوس سبيسيال تخدم لي في بوا هذيك دونك لهنا نعدي مزيان في بوا مزيان يطلع ياسر مزيان وتوا توندونس على الاخر لي زيفي بوا لي زيفي بوا ما عادش كيما قبل لي في بوا مارون كها وتوا لي زيفي بوا في لي كولور نرمي كذا فما مثل نسيت وين يطلع في اللي كان غالي ولا شنو هذه ما نعرفوش انا انت تبارك الله عليك لا شاد خير مني في الحكايات هذه هاك ولا ايوا دونك شنو نكملوا هكا الكل عفيفه باهي انا جبت نمشي ولا بعد واحد اخر باش ما نضيعوش الوقت اخرى ايوا دونك لهنا جبت لكم اللي شايح دونك هذايا من بدينا نحطوه هكا ريقت شويه عفيفه باش ما يمسخش الدنيا عليها هكا شفت مسخنا توا الكسوه الحماميه والجو والله تعمل فيا دونك لهنا هذا انا لي تابل بلو هذايا شاحت باهي لهنا تشيح سويعه تلقاها شاحت خاطر الفيريتشال كي سي اباز داكريليك اما الي تري كونسونتري دونك جاو بالغريب انت بعد برك كمل كيفاش جاو بالغريب دونك لهنا شنو باش نعملوا باش نتعداو ناخذوا الزنبره نتاعنا اسمها زنبره هي في الكادونس هذه كادر سبيسيال كادر الحرش كذا خحرش اما هو هذا بابي شفتوا على الشفا هذا كيف تستعملوا ما يحفيش معناه ما يتلوحش تعاود نفخه في الماء وتعاود تغسل تحك فيه دونك لهنا شنو باش نعمل باش نخدم باش يطلع لنا الباتيناج باش يخرج لنا الكولور الاولانيه اللي احنا خادمينها في الفن باهي لهنا لازمنا نخرجوا هكا شويه الغولييف اللي احنا خدمناه بالبشوا. ما عندناش حتى حل، حط اللوز على الغريب ما لقيتش. هذيا اللي تاع الاخرانيه وباش نعملوا كولاج بابي دو ري ونخدموا مونجيلتنا بيان سور. وين قلب المونجيلتنا؟ هاو جي. منخمم منخمم منخمم. هاو هنا. دونك هكا باش نخدموا. كلها حكين وهاك تشوف مانيش قاعده ننزل برشا. الكادر هذايا سبيسيال يعطي في باتيناج مزيان. عندنا ضيف جاي لهنا غادي جاي لك الغربه هكا هاو عجبو الغربه جاي مرحبا بيه عفيف دونك كيما تشوف عفيفه تشوف الجون قاعد يطلع ولا عندنا باتيناج جون وبلو الموتيف هذا اللي انا زدته نجمو نخدموه ونجمو ما نخدموهش معناها ماكش اوبليجي باش تعمل البوشوار والباتغولييف اما انا حبيت نزيد نزين البوردور نتاع الغربي نجمو نعملو يعني باتيناج جوست لي دو كولور والسير هكا هو تحك دونك هكا كملوا الكل هكا قاعده نعدي معناها مانيش قاعده نحك بالقوي جوست تعدي خفيفه قد ما نحب نخرج جون عفيفة الكولور الأولانية ليتاب الأولانية قد ما تحب تخرجها هي ظاهرة دومينانت قد ما تحك دونك لهنا شوية ديما يرجع ليك أنت والديكوراسيون نتاعك ولون الفايونس نتاعك وين باش تحطها اللون هذا دونك لهنا باش نخدم شوية الحرف هذا باش يقعد وجه الواحد مزيان خدمة تبدا نظيفة تحيه للسيد المخرج لبس برنوس اللي هو السيد المخرج كان اللي لبس تقليدي اليوم كهو صحة عماد على فكرة البرنوس والشاشية وتيو دونك لهنا باش نحب ننفض شوية الغبيري هذوما صحة عماد اللبن البرنوس والشاشية ياسر وتيوك ناقصين الجبة إن شاء الله اليوم الجاي قلت ربي العام الجاي ان شاء الله كاملين الجبه تحياتي
قال لك مليون و200 قال جاب مليون و200 يعني تسمى جبه جبة مزيانة مليون و200 جبة مزيانة كها أما ديما الجبة ماهيش باش تولي دي مودي جبة تقعد وتتورث يعني الجبة اه صحيح جبة تقعد اي تتورث تتورث حق اي والله العظيم ماهيش لابسة اللي باغفوا نشريو حاجات اللي تولي دي مودي حمامية قديمة لابسة قديمة ما مش مش جديد معناها قديمة هذايا احنا عاد حمامات بحذينا نبلو حمامات تريزا تريزا العربي نتاعنا الكل هذيك نبلو حمامات ونابل زايدة تريزا نتاعكم يلا نوصل لبابي دو ري الفان تاع الغربي عفيفه اللي هو تور دهنيه بالبلون كي العاده صحاب باش لاصقوا عندنا كولاج بابي دو ري دونك خذينا البلون في الجام فيريتشال كي ولا جام اكريليك ندهنوا 03 هذايا دهلت التول بالبلون عملت دو كوش لهنا خاطر التول شويه قاعده ظاهره الغوز نتاعها عاودت اون دوزيام كوش بي باش ناخذ الكول ديكوباج نتاعي وباش نعمل كوش كول ديكوباج ما عادش برشا عفيفه ما عادش عندنا برشا وقت برشا وقت عندنا ضيف اخر ضيف جاينا من سوريا مرحبا بي دونك مانيش باش نبطاو برشا تو في سيرفيس دونك لهنا كان يحكي معايا هذاك علاش اوكي عمرو نعرفش شنو نعملوا بس بعدنا باش ناخذوا الكول ديكوباج كي العاده باش نعملوا كوش باهي كول ديكوباج باهي عفيفه دونك الديتاب هذايا القصه نتاع كي العاده جايتك شنو قصت شنو قصت البابي دو ري نفس كي العاده كي العاده بيان سور كي العاده نحسبك تستنى في المونجيلي انا كيفاش باش نركبوها هذا الكل كي العاده دونك لهنا باش نعملوا الكوش الاولانيه الكور نحطوا باش نقصوا البابي دو ري نتاعنا قد البلاصه بالضبط ولصقوه لهنا انا خاطر مدوره وغارقه دونك استعملت كوتور خديت البابي دو ري نتاعي لهنا بربي نفبتو اللي خاطر التول هذا يشرب قماش هو يشرب برشا كول دونك تفبت اللي تريكنك كلها فيها الكول باش البابي دو ري نتاعك ما يبوتش باش تستعملوا هذيك دونك انا باش نستعمل هذيك اش عملنا قبل ما تحط الكول ديكوباج نتاعك باش تاخذ البابي نتاعك هكا عفيفه وترشمها بالكدا وتقصها بكوتور باهيش باش تتحصل باش نتحصلوا على هكا الدائره نتاعنا اما المفيد لهنا تاخذ الصانص نتاعك انا اخترت هذه التسكيره نتاع الغربيه اخترتها الفوق دونك الميدي هذه باش نحطها الفوق هكا حسب تسكيره الغربيه بيان سور باش هذيك التسكيره تقعد من الفوق ما تظهرش كذا معلق في الحيط دونك لهنا بابي دو ري نتاعنا الكل باش يلصق هنا يظهر لي قعدت مجبوده شويه نزل تجي قد قد ريت البابي دو ري عفيفة كيف يجيكش قد قد ما في حتى مشكلة راه تعاود تقيم وما يتقطعش ما يسيلو حتى شيء لازم تكون موسطة بالبدا هاكي دونك هاكا كتبويت الكل يزمو يخرج لي بول ديغ الكلهم تخرج دونك هذايا الكولاج نتاع البابي دو ري نتاعنا باهي عملناش الكولاج هذا ما نعملوش الكول ديكوباج الكوشه الثانيه توا باهي توا باش ناخذوا الوسط نتاعنا ناخذوا ابره خريزه ولا حاجه ناخذوا الميليو لهنا نقبوا الوسط وماش ناخذوا المونجيلا نتاعنا هذوما يتشريو تنجم تشري مونجيلا قديمه تنجم هذوما يتباعوا حتى احنا عندنا عندنا دونك تاخذ الميليو هكا هي فكرة غربيلة تنجم برشا حاجات أخرين تنجم بيان سور برشا حاجات احنا جبنا الغربيل على خاطر الغربيل قلنا حاجة زمنية حاجة زمنية بويسك اي كي تحط ده في الكوجينة مزيانة فكرة حلوة مزيان وديكور في الكوجينة مزيان دونك باش نعملو هكايا لازمها شوية قوة الحكاية هاما تجي مريقلة تتركب من بعد خلينا بيان سور غادي تركبوا زيدوا بوها شويه هذه هي الطريقه لازم عندنا المعدات الكل واضح دونك حطيناش القالب هذا نتاع المونجيلا يلزمني ننزل بالكدا عفيفه لهنا دونك شنو نعملوا باش نحطوها هكا وباش نحطوا اللابيري نتاعنا باش تحطش تقاها انت هذه المونجيلا معاها الدوي هذيك باش تقى العقارب هذوما باش تحطهم عقرب هذا والكبير
وعقرب الدقائق وعقرب الثواني وعقرب الثواني بيان سور هكا ب شفته دونك هذه نحطوا الفيله نستخدم هنا في نصف النهار وتحط اي انا ما نزلتش بالبيصه في زمي ماتريال ونقب الكدا باش نخرجها وما ننساوش كيف تشيح الحكايه هذه البابي دوغي هذا كي يشيح يلزم نعاودوا الكوشه الثانيه في الكول ديكوباج قداش وقت بعد قداش وقت قاعده تدور هي على روحها والله صحات فيها ديجا الواحد فيها البيله هنا راني نذكرك بالوقت دونك لهنا هذاك توا الوقت 6 و4 لهنا غاديك عفيفه كان تحب نعطيك فكره خفيفه على الخدمه اللي خدمناها زدنا شويه فنجر وشواره انا يعجبني برشا الحكين هكا باتيناج سامبل ما نزيدو فيه حتى شيء اللي يحب يزيد الفنجر ينجم الفنجر ديما خدمنا بيه ومعروف ولا ديستريس كيف كيف خدمنا بيه باش تزيد هكا لي كولور في البوردور وما ننساوش الفيرني الفيرني في اللوح لهنا لازم وما نتعداوهش لازمنا نخدمو بالفيرني مات اذا كان في الاخر اذا كان خدمنا في الباتيناج لازم المات باش ما نضيعوش الشعر نتاع الخدمه نتاعنا الكل محلي غربالنا غربالنا محلي في الكوجينه هكا يتحط غادي يغسلوا محليه هكا حسب الوان الكوجينه حسب الوان بيان كل شيء سميه داود بغزاله يعطيك الصحه عايشك عاشقتي باش نتقابلوا المره الجمعه الجايه ان شاء الله في موعدنا نهار الثلاثاء في بالك شنتي الثلاثاء الجايه اللي بعدها ان شاء الله اللي بعدها معك. زعما احنا اعداد ودنيا وحضرنا نتقابلوا ملا ان شاء الله الاسبوع الجاي اللي بعده مع سميه داود بغزاله كي العاده مع حاجات مزيانه حاجات كادونس كيما قاعدين تشوفوا فيها على الشاشه فيها كل المعطيات اللي وين يمكنكم تلقاو كادونس مع سميه داود بغزاله ان شاء الله تحيه ليك سميه ونتقابلوا الاسبوع اللي بعد الجاي ان شاء الله مشاهدينا ابقوا معنا باش نختموا حلقه اليوم بالغناء والفن زيدا توب عماد عدنا مشاهدينا الكرام وباش نكملوا مع الفن ونكملوا مع تلاقح الحضارات والاحتفاء بهذا اليوم الوطني لزي الوطني لزي التقليدي وهذا الفنان سعداء جدا اليوم باستقباله ضيف شرف في حلقتنا اليوم باش نختموا معاه الحلقه باش يقدم لنا جديد اللي هو موروث وطني لبلاده وانا سعيده جدا باستقبال النجم السوري العربي سي علي حسين مرحبا بك فنانه شكرا لك لانك سي علي حسين هو محب لتونس خليك يا رب وابن تونس ايضا يخليك. ونحن نتشرف بذلك سي علي مرحبا بك للمره الثانيه وانت ابن الدار بعثت لي الاغنيه جديده ونهنيك بها ان شاء الله مبروك صدورها ونالني شرف كوني معني من الاعلاميين اللي نتعاملوا مع بعضنا وهذا يشرفني طبعا فقلت له سي علي شنو رايك تكون انت ضيف شرف غدوه في احتفالنا باليوم الوطني اللي بس تقليدي قال لي نجي على عيني وعلى راسي وقال لي نلبس زادانا بس تقليدي سوري ونجي شكرا لك على قبولك ومن غير مزيه كما تقولوا انتم من غير مزيه جيتنا من سوسة على فكره شكرا لك رغم التزاماتك العائليه والمهنيه شكرا لك يلا خل خالك لي وليوة شنو هي حكايتها هي كثيره لما هبطتها في اليوتيوب وبالفيسبوك قالوا لي انه اصلها تونسي هي كلمتين هي يا بنت المعاوي انتم بتقولوا اي خل خالك لي وليوة يا بنت المعاوي اي خل خالك ليوا ليوا هي هي الغنية هذا فقط اللي معني الكلمه هذه اللي هي نتاعنا يا بنت المعاون خل خالك ليوا ليوا سالتيني قلبك جانن جاوبتك ايوا ايوا الاغنيه قديمه كثير وانا ما لا لحنت ولا عملت كلام موجوده مثل ما هي فقط عملتها اعاده اي ومشان نفسر لك انه يعني لوننا وفلكلورنا واحد اغانينا واحده همومنا وضحكتنا واحده قبل ما نسمع الأغنية ندردش شوية عن بمناسبة اليوم هذا اليوم الوطني للباس التقليدي قيمة الموروث وقيمة الحفاظ عليه هل أيضا عند الفنان المسؤولية في ذلك؟ طبعا أنا كيف بدي أعبر إذا مو اللي تعلمته واللي ربيت عليه اللي ربيت عليه أنا دائما أقوى يعني أعطيني حاجة مش لإلي أطلع فيها ضعيف أما خليني بأصلي بلبستي باللي ربوني عليه أبوي وأمي
بدي اكون اكيد اقوى. يعني انت حكيت على اللبسه، انا اليوم لابسه تونسي ومن الحمامات تحديدا، لبسك هذا لو كان تحدثنا عليه وكنا تحدثنا عليه لما جيتنا السنه الفارته، لكن اليوم طبعا ليه رونق اخر وسحر اخر. اللي ذكرتنا بباب الحاره، باب الحاره وهذا المسلسل العجيب اللي اكتسح العالم العربي ونجاحه في أصالته، في الحديث عن موروثه، في لبسته، في الكلام السوري، في العيشة السورية. سألي حدثنا عن الزي. الزي شوف، أنا كنت أغني دائما في كما تقولون أنتم الكسوة. بعد جتني الفكرة أنه نلبس اللبسة هاي. غنيت مرة في مكان طلبوا مني أغنية باب الحارة. هذيك هي اللي بده يتحدى يا أهل المروي. إيه والله العظيم غنيتها أنا أول كلمتين. الناس كملوها. قلت لحالي طالما هن الأغنية حافظينها معناته أكيد الزي حافظينه. جت الفكرة من المسلسل. إيه وإحنا لحد الآن يستعملوه. طبعا مش مثل الأول. أما لحد الآن الناس يستعملوا في سوريا ما زالت متشبثين به في المناسبات، في الافراح، في المناسبات وفي العطل. في العطل الرسميه يلبسوا زي العربي، العربي متاعهم يعني. اي طبعا في فرق شوي صغير بين مثل ما تقولي العاصمه، بين حلب، بين حماة، بدير الزور. احنا عندنا يلبسوا انت من دير الزور. انا ايه تحيه لكل اهالينا. الله يخليك يا رب، يفرج عليها ان شاء الله. القلابيه واليشمر اللي هذا احنا نسميه يشمر، والعقال. وفي حماة نفس اللبسه تقريبا، في حلب، في العاصمه، يعني اختلاف بسيط. كيف ما عنا في تونس تختلف من ولايه ومن منطقه الاخرى. طيب حكينا على المسلسلات، كان نسمع شوي اكابيلا باب الحارة، لأنه من المسلسلات اللي أرخت التاريخ، المسلسلات اللي رجعت كل العرب نحو التلفتوا لسوريا، وهذه قيمة أخرى للفن في نهاية الأمر، في تاريخه الزي التقليدي، في تاريخه للعادات والتقاليد. كان نسمع شوية من الأغنية مش قبل يلا شوية يلا نسمع إذا جت على التاير. يلا جاهز. يلي بده يتحدى هي الحارة من أدى، في مين بيحمد دار بالحق يصون حدا. يلي بده يتحدى هي الحارة من أدى، في مين بيحمد دار بالحق يصون حدا. يا أهل المروي والعزة والكرامة، ردوا معي شبكم لو أيوب هون. لو أيوب. يا أهلي المروي والعزة والكرامة، والطيبة والنخوة والشرف والشهامة. لا الله يعطيك الصحة. يخليك. صوتك ما شاء الله فيه ميزة، وهذا ما يختلفوش فيه اثنين طبعا، وانا شهادتي مجروحه فيه، لانه اليوم فقط باش نحتفلوا، مانيش باش نحظوا برشا برشا، باش نسمعوا ساعه اغنيتك الجديده بنحتفلوا بها. يا رب يا رب تعجبهم يا رب. خل خالك ليوا ليوا ليو ليو نسمعوها ليو مع بعضنا على طريقه البلاي باك. تفضل المجال ليك. ناخذ راحتي بال طبعا. يلا جاهزين انتم؟ يا بنت اللي معاه وتخيل خالق لي وليوة، سألتيني قلبك شو
يروح من بالي انت صرتي حلالي تلعيش سوايا يا بنت المعاو خيل خالف لي وليوة سألتيني قلبك جان جاوبتك وليوة يا بنت يعطيك الصحة، خاصة وأنه التراث واليوم نحتفلوا به. ما نحكي لكش فرحتي اليوم بحضورك معنا، يخليك يا ربي يخليك. باش نمشيو للكوجينة، نمشيو مع بعضنا المطبخ، شنو رايك نختموا غاديك الحلقة لأن الوقت قاعد يجري، وفي نفس الوقت يلا يلا. نقول إن شاء الله تجينا قريبا ترجع لنا لعيونك، لأن نحب نسمع ربي أعطاني بنية، ربي أعطاني بنية تكرم عيني، ونحب نسمع زيدة لما غنيت على تونس. تفضل ادخل بحلينا سعلي، غنيت على تونس وبكل محبة، والغنية نجحت برشا. نرجع لك سي علي قبلها، خلينا نستقبل مكالمة هاتفية. سي علي اليوم في مركز بريد بأريانا عملوا التفاتة ولفتة حلوة برشا وحاجة مزيانة برشا، حبينا أني شفتها لاحظتها على الفيسبوك، واتصلت بمدام لميا قلت لها يا ريت ناخذوك على المباشر باش تحكي لنا على هاللفتة هذية. اليوم البنات وكل أعوان البريد الوطني التونسي اليوم في أريانا، مركز البريد بأريانا، عملوا حاجة مزيانة برشا برشا، تصالح فيها عون البريد مع المواطن. وإحنا العادة نعرف كل واحد مشي لدارة بشقذي وريقة ولا حاجة يبدأ خايف، اليوم استقبلوهم بالأجواء الحلوة باللباس الوطني التقليدي. معنا لميا. ألو مدام لميا. ألو عسلامة أختي عفيفة، يعطيك الصحة على الاستضافة. يعيشك يعيشك. وانت من متتبعات نهارنا هكا في بالي هكا والله اعلم. اي انا من المتتبعات، وديجا من اللي بديت وانا نتبع فيك محلاك اليوم باللبسه التقليديه. يعيشك. ياسر مزيانه اللبسه، وانت زدت حليتها. يعيشك. بضحكتك وباخلاقك. يعيشك يا لالا. ولميا انت زاده من النساء اللي ربما انا في الشاشه لكن انتوما في الخفاء. انا عجبتني اللي عملتوه واللفته هذه المزيانه برشا، احكي لنا كيفاش اليوم، كيفاش صارت الحكايه ترى؟ والله اليوم اختي في جو احتفالي بمناسبه اليوم الوطني للباس لباس تقليدي. مكتب بريد أريانا بطبيعة بالزي التقليدي قدم الخدمات للحرفاء نتاعو، وفي نفس الوقت عملنا عملية تجارية أكسيون كوميرسيال اللي هي نسميوها. حبينا نعرفوا بشوية الخدمات الجديدة متاع البريد اللي فما برشا مواطنين ما يعرفوهاش، وحبينا حاجة أخرى نقربوا للمواطن. ونحب بينا نوريوه اللي راهو الاداره بالعكس ماذا بيها تعطي اكثر ما عندها، والموظف ماذا بيه كي يجيه كليون ولا يجيه حريف يخرج فرحان. في نفس الوقت قلت لك في العمليه التجاريه اللي عملناها هي العلاقه معروفه الحقيقه نتاع ربي متوتره. ما هو الحق العلاقه معروفه كبير. نمشي للاداره رجع غدوه كذا. انتم عكستوا الايه اليوم. عكسنا الايه يعطيك الصحه. أي. يلقينا تفاعل كبير مع الحرفاء واجبتهم المبادره. عرفنا كما قلت لك بشويه دي سيرفيس نخدموا نعملوهم في البوسطه، وفما برشا عباد ما يعرفوهمش مثلا كما شنو ترى في سفيسه على مثلا كان اي ماذا بيا انا نقولوا باغزومبل عندنا الريزيرفاسيون كومون ريزيرفي ان تيكي ا ديستونس، وذاك فما لابليكاسيون تي ان بوست، وعندنا الكارت سي تي اللي هي الكارت تكنولوجيك انترناسيونال. هي ديجا هي المحل الحمد لله لاقيه رواج كبير في داريانا، والحمد لله عندنا عدد هام الحرفاء يجيو يسالوا عليها. وفما حاجه اخرى زاده اللي فما برشا ناس ما يعرفوهاش، اللي بكارتا دينار وبتخوا كليك من التليفون نتاعك تنجم تكون عندك مانتك ولا البورس يونيفرسيتير نتاعك في ديك. اسمعني لميا، هذه لازمها قاعده بحذانا، هذه الحكايه هذه لازمها قاعده بحذانا. احنا اليوم الحكايه على اللباس الوطني التقليدي، كيفاش انه المراه خلنا نرجعوا له، والحديث وباقي الخدمات هذيك تنعملوا لهم نهار تجيو بحذانا، علاش لا اجا بحذانا ونتحثوا عليهم.
لأنه البريد التونسي من المؤسسات الوطنية اللي ما نجموش نعيشوا بلاش بها أو نستغنيوا على خدماتها، في نفس الوقت قاعدة تقدم في خدمات هامة للمواطن التونسي. بعجالة لاميا تحية لكم الكل، أبناء ورجال البريد، بنات ورجال رجال البريد، مركز البريد بأريانا. كيفاش تقبل المواطن هاك اليومك الأجواء متاع الزي التقليدي، وإحنا نشوفه في الصور وإحنا نحكيه، معناها فما حاجات، معناها كان لبس تقليدي لكن حلو عصري هكا ولا؟ أي يعطيك الصحة، إفكتيفمون نحن إكسبخي عملناها، ما حبيناش ناخذوا اللبسه التقليديه اللي هكا تعيق الحركه، ولا بالعكس خذينا اللبسه العصريه اللي تنجم تخدم بها وتمشي بها مش تقليو امور الناس فيسع، وفرحانين على الاخر على الاخر، وعجبتهم الفكره مشنو، وعجبتهم المبادره على الاخر. ان شاء الله تعاودوها، ان شاء الله ان شاء الله كان نكرروها، علاش لا. وعلى فكره اختي عفيفه الحمد لله لقينا برشا بروات زاده من بروات مكاتب بريد اخرين نفقوا على نفس المنوال وعملوها المبادره كيما مثلا كان مش في الادارات الكل. احنا انا ما نعرفش، انا لاني شفتك على معناها بالصدفه على الفيسبوك، لكن تحيه لكل موظفين الدوله اللي احترموا واليوم يعني احتفلوا بالزي الوطني التقليدي. شكرا لك مدام لايميا على هذا الاتصال، ان شاء الله تكون حاضره بحضرنا نحكيوا على خدمات البريد، علاش ليه هذا موضوع نعيشوا به وموضوع مهم جدا ويهمنا بالتاكيد وكل التوانسه. شكرا لك مدام لايميا، تحيه لك ولكل زملائك وزميلاتك. يعيشك ميرسي، يعطيك الصحه. يعيشك يعطيك الصحه. شنو رايك في المبادره سعلي؟ والله ما تعيش في تونس وطاع، والله ما احلى حكيها كويس كثير. تمشي للبريد وتلقى كلها لابسه زي التقليدي، شويه ما فهمت المعنى يعني انا انه الخدمات احسن. وهي انا بدي اجيكم بكره في اللبسه هاي تشوفوني تعرفوني. به نختم اليوم مع البنات، شكرا لك سعلي على قبول الدعوه. سعلي حسين الفنانه السوريه طبعا، وان شاء الله قريبا تجي بحذانا باش نقول لها شنو الحكايه، شنو عملت اليوم، شنو طيبت البنات؟ دونك انا عملت مرقة زيتون، دونك الناس كلها تعرف اللي هي تونسيه 100%. حطينا فيها عاون الناس قولي برشا، حطينا فيها طماطم زقولي، حطينا طماطم زقولي، هريس زقولي، طماط سيشي، الناس الكل تعرف اللي تونس الكل تشيح طماطم، حطينا زيتون، فلفل برعبيد، كل شيء. هي البرشا والخبز. الخبز خدينا على الطريقة، حطينا ارطل بان كومبلي، وارطل سميد احرش، خاطر السميد الارطب يتعب في الهضمرة. دونك 100 غرام زيت، 200 غرام هو موجود على صفحة البرنامج، راهو الطريقة بالتفصيل. باهي عملنا خبز عربي، خبز عربي، عملنا كعابر في الحلو، جاي اللوز، اللوز جاي انفان، خلطنا خذينا 100 غرام لوز، عليهم 100 غرام سكر محور، شوية ماء ورد، قسمنا ثلاثة كعابر، كل واحد حطينا فيهم لون، كعبرني مكعبر، وعملت أنا بالنوا. وشيف رانيا زاد عملت لنا طاجين محليه عربي هذا تقليدي، طاجين سلطة شوية وكعك عنبر. هي هذا اختصار، بدي اقول لك حاجه وحده حمزه حافه يتفرجوا فينا عفيفه غدوه الاعاده، غدوه الاعاده. شكرا لك شيف رانيا، شيف رحاب، شكرا لك سي عفسه علي. ذوق عاد شنو هي بعد ما دور بعد حبينا تقول لنا على الحكايه شنو هي. مشاهدينا الكرام ان شاء الله عجبتكم حلقه اليوم من برنامج نهارنا هكا، كانت حلقه خاصه احتفالا باليوم الوطني لللباس التقليدي. نتقابل إن شاء الله الأسبوع القادم بإذن الله في مواعيدنا القارة، وبقدرة ربي معاكم برنامج نهارنا هكا من الاثنين للاثنين مع الإعادات في قناة الزيتونة بالتأكيد. عفيفة بوكيل جويدة نحييكم ونقول لكم قبل ما نوفى ساعة نقول لكم في أمان الله، حب نشكر زين هوم على هالديكور المزيان هذايا، وعفيفة بوكيل جويدة نحييكم ونقول لكم في أمان الله، نتقابل الأسبوع الجاي إن شاء الله.